رول وي. احنا المره اللي فاتت بدانا في تحميله الرول وي، التحميله بس، يعني شفنا شكل التحميله وعملنا بيها ايه، اعتبر لسه ما عملناش بيها حاجه وهناخد تطبيق عليها النهارده. الكونكريت اور ستروك ده من التمارين المهمه اللي ممكن تتعمل في وقت قليل خالص، يعني ممكن تتعمل في وقت قليل وكده، زي كوبري التجميل اللي في جسر السويس، الناس اللي بتنزل من جسر السويس هيلاقي كوبري التجميل ده اسمه اور ستروك بريدج. الكوبري كله ستيل، مفيهوش اي حاجه غير ستيل بس، ميل جيرتر ستيل، كروس جيرتر ستيل، السقف نفسه بليد ستيل او بلاطه ستيل، تمام كده؟ الكوبري كله حديد. كوبري الدقي، الناس اللي ساكنه الناحيه اللي هناك، كوبري الدقي برضه ستيل ستراكشر، كله ستيل بما فيه يعني اور ستروك بريدج. كوبري الجلاء لصلاح سالم اللي هتعمل له توسيع قريب ده، كوبري الجلاء نفسه اللي تحت مش الكوبري اللي معدي المنفيه، المنفيه ده خرسانه والباكه بس اللي متعلقه هي الستيل كومبوز، لكن الكوبري نفسه كوبري الجلاء نفسه اور ستروك بريدج. ميزه الستيل هو غالي سنه، دي عيوبه يعني غالي سنه في التكلفه، لكن في الطيب في الوقت هيبقى حاجه سهله خالص. طب امتى بحتاج الوقت؟ بحتاج الوقت لما بكون بعدي عقد مثلا، يعني عاوز اعدي فوق صلاح سالم، عاوز اعدي فوق شارع رئيسي، ينفع اوقف في الشارع واحط شده خشب واقعد 28 يوم واقعد هوا على الخرسانه لغايه ما تشك وكلام لهبل ده، واقعد سنتين ثلاثه معطل الطريق عشان اصب سقف خرسانه، ولا انا عاوز اجيب حاجه على ظهر العربيه اشيلها، الناس نايمه بالليل بتصحى الصبح تلاقي كوبري رجل، هي بتاخد وقت في التصنيع جوه المصنع، تاخد تايم زي ما هي عايزه. يعني في كوبري احنا عملناه في 7 دقائق. الكوبري ده في حرب 73 اتفرجتوا على الفكره اللي هو بتاع رصاصه مجالس في جيبي والحاجات الهبله دي. طيب لما تتفرجوا على الافلام القديمه دي في احتفالات اكتوبر هتلاقي في كوبري حديد اتعمل ونزل من على ظهر العربيات في الميه عشان يعبر القناه عشان الدبابات تعدي عليه وتعدي الناحيه الثانيه. في شويه عيال كده راحت بالخراطيم هدت الرمله وبعد كده عملنا لهم فتحنا لهم حته عشان نبني الكوبري. الكوبري ده لو خد اكتر من 7 دقائق كانت اسرائيل دخلت وضربت السودان استحقت تضربها خلاص وترجع وتفرحتها، كان لازم تعمل طيب نو تايم. هو خد وقت كتير جدا فين؟ تصميم. يعني كان عايم، اولا كوبري عايم ملوش اعمده، علب يعني شبه البرميل كده، سوري يعني عارفين البرميل المقفول ده؟ علب شبه البرميل كده ستيل، هتترمي باكيه جنب باكيه جنب باكيه، هيتربطوا في بعض، يتربطوا بمسامير، يتربطوا بحبال، مش فارقه. المهم اسرع حاجه ممكن تايه؟ تتعمل عشان عدي، صح كده؟ تخيل خد تايم اكتر من كده، يعني بدل ما خد له 7 8 دقائق ياخد له مثلا 7 8 اشهر. مصر بتعمل كوبري يا جدعان فوق قناه السويس. يعني بقول لك والله استحقرش ما كانش دول يضربوا، كان ضربوا ضربه ثانيه. يعني كان هيبقى في كان السيناريو هيختلف تماما. ميزه الستيل في كده، الستيل عاوز تركب الكوبري في قد ايه؟ 5 دقائق؟ هنركبه في 5 دقائق. نصنعه في كتير عشان الناس تفهم القصه. اصنعه في الورشه او في المصنع في كتير، مش مهم، ياخد تايم زي ما هو عايز. التركيب نو تايم، اعتبر صفر. التايم بتاع التركيب بمزاجك. الباكيات كلها بتاعت الكباري اللي انت شفتوها دي، تلاقي فيه الكوبري نفسه بياخد له 5 6 شهور شغل خرسانات. الباكيه اللي هو معديه فوق طريق اللي احنا هنعملها ستيل، بتركب امتى؟ بتركب بالليل والناس نايمين، لانها اتصنعت واتنقلت، هيجي بس الونش يشيلها يحطها. خلاص شكرا، ده ميزه الحديد. فلم الكباري اللي انا عن نفسي بحبهم يعني، لان الكوبري بيركب في نوع تايم. الباكيات هتيجي جنب بعض وتركب خلاص، كان هنا مفيش كوبري وبكره يبقى في كوبري، مفيش اي مشكله. بس اديني عماله كتير، اديني اوناش كتير، يعني برضه في وقت التركيب ده نفسه هل يبقى 7 دقائق ولا يبقى مليار؟ لما كان جه شغل بيركب الكوبري في حرب 73 ركب في 7 دقائق. ما هو اكتر من كده كان هيبقى في مش هنعرف نعدي، مظبوط؟ شكله ايه الكوبري؟ المهم تفهم مكوناته. مكوناته كالاتي. كاميرا مين جيردر، المين جيردر دي ده الويب بتاعها ودي الفلانجه بتاعتها وملهاش ابر فلانجه. المين جيردر حاجه زي حرف تي كده، ويب وفلانجه تحت بس وملهاش فلانجه فوق. المين جيردر الثانيه شبهها، ويب وفلانجه وملهاش برضه فلانجه فوق. مين العمود عليهم كل شويه؟ كروس جيردر. كروس جيردر ليها لور فلانج اهي وملهاش فلانجه فوق برضه، بس ده الخط اللي فوق بتاع الويب، يعني هي حرف تي برضه. يبقى انا بعمل مين ومين وكل شويه كروس، محدش ليه خالص فلانجات فوق. مين اللي هيبقى فلانجه بتاع كل الناس دي؟ البليد بقى، هجيب بليد ستيل كده، بليد حته واحده احط فوق الكلام ده كله
هيبقى هو الابر فلانج تحت المين وهو الابر فلانج بتاعت مين بقى؟ الكروس وهكذا. جميل. دي المين ودي المين وممكن اعملها بكانتليفر، لو عملتها بكانتليفر الكروس جيردر هتبقى شكلها كده. لو عاوز الكوبري حاره واحده اعمل المنظر ده، اعمل مين ومين وشويه كروسات واحط عليهم الكليب. طب عاوز حاره كمان جنبه اجيب نفس الشكل ده تاني واكرره جنبه، من هنا كده ومن يبدا من هنا وتاني هنا تاني وتالت ورابع وعاشر لو انت عايز. بس دي الوحده، يعني دي الوحده بتاعت الاورثوتروبيك بريدج، عباره عن اثنين مين جيردر كذا كروس جيردر كتير حسب طول الكوبري عليهم من فوق ديك بليد. طب لما انا تخيل الكلام ده كله جبت انا بليد شبه المفرش كده شبه الورقه ورحت نفطه كده وفرشه فوق، لو جيت انا فرشته فوق هنا كده خط كده هيبقى هو الابر فلانج بتاعت المين وبتاعت الكروس، صح كده؟ طب الكروس بتتكرر كل 5 متر. البليد ده لو انا وقفت عليه في نصه بقى هيدفلكت طبعا، ما بيقدرش البليد يمشي سبانات كبيره كده، ما بيعرفش. فلازم اديله ستيفنر عشان يشيله. الستيفنر ده احنا بنسميه ريب عصا ار اي بي. الريب ده ليه 3 اشكال، يا اما على شكل حصن بيكر الريب نفسه بليد، بليد لازم تحط راس بليد وبليد على شكل حرف بي كده واكلمهم في بعض واجيبهم، اوكي؟ او شبه منحرف شكله كده. يعني بجيب بليدة واتنيها على شكل حرف بي، او بليدة ادني الاول ثانيه وبعدين ادني الثانيه ثانيه واعملها شبه منحرف بالمنظر ده. البليدة دي اسمها ريب سواء دي او دي. الريب ده يتحط هنا فين؟ بجيب الصاروخ الاول واقطع الكروس جيردر اقطعها كده. انا جايب الويب بنفسه بتاع الكروس جيردر متقطع فاضي، يعني عامل شكل حرف السبعه ده، اوكي؟ الكروس جيردر اللي وراها نفس المنظر، اللي وراها نفس المنظر كده. لو انا اشتريت الريب ده وجبت ورحت جاي مسقطه هنا كده، لما اسقطه هنا كده هيبان متخانه هنا كده وتخانه كده، تمام؟ الاول قبل ما احط الديت بليت، قبل ما احط السقف لسه ما حطيتش السقف، يبقى اول حاجه نكتب في الكوبري المين والمين، وبعدين مين؟ الكروسات. الويب بتاع الكروس جيردر متقطع شايل منه حتت كده على شكل حرف سبعه كده شايل ورميه، تمام؟ وشاري بقى البليتين دول، طبعا البليتين دول ليهم دول بقى كده، هجيب المنظر ده واروح جاي رميه هنا، واحد كمان هنا، واحد كمان هنا، واحد كمان هنا، وهكذا. تعالى بقى حط فوق كل دول بقى مين؟ الديك بليد. لما تحط فوق كل دول الديك بليد انا مدخله شويه كده، لكن هو المفترض انه يبقى حاجه ايه رفيعه يعني. هو ده الديك بليد. بيبقى 10 مللي 12 مللي. ده البليد اللي محطوط فوق. ده اللي العربات هتجري عليه. وبرضه احط هنا مثلا كده سور كده وسور. وشكرا العربيات تجري عمودي على الصف، تمام؟ اي ريب من دول طبعا دي مكانه انا هرسمه مظبوط يعني. متخيلين الرسمه دي؟ ده اسمه اورس تروبيك بريدج. المين جيردر ستيل بليد، الكروس جيردر ستيل، الريب ده ستيل، الديك بليد ستيل برضه، كل دي كده ستيل، كله حديد في حديد. طب انا بقى لو مشيت العربيات هنا على كوبري التجميد ده هلاقي تحت البليتا ستيل، لو انا فرمت هزعل، انا هتيجي تلاقي لو واحد حب يفرمل فوق الكوبري مش هيقف غير عند الشبراء بتاع فول الطعميه بقى اللي بعديها ده، فلازم احط له حاجه مش اسفلت، الاسفلت اللي بحطه على الخرسانه في الكباري الخرسانه، هنحط حاجه شبه كامله الاسفلت بس دهان، يعني ايه؟ يعني ملهاش سم، يعني انا مش عاوز احط اوزان، انا عاوز احط حاجه تعمل فريكشن، تعمل توقف العربيات، لكن ايه؟ مش ما تدينيش لود، ما تدينيش حاجه. فبيحطوا حاجه شبه الفيتامين كده بيدهنوا بيه بقى مين الصاج. فانت لو بتجرب عربيتك فوق كوبري التجنيد ده او الجلاف او الدقي هتلاقي كل شويه البتاع ده متقشر اللي هو الدهان ده،
هتشوف الصاج هتشوفه بعينك هتلاقي حته بتلمع كده صاج او ستيل هو ده اللي حضرتك ماشي عليه هو ده السقف اللي انت ماشي عليه ده مكونات الكوبري الكوبري اسمه اورس تروبيك بريدج في ريب ده اسمه ريب او عصب الديك بليه مين جيردر مين جيردر وده كروس جيردر كده مين الباور فلانج بتاعت المين جيردر الديك بليه والابر فلانج بتاعت الريب نفس الكلام وهكذا عاوزين نتفق على شويه رموز ان المسافات دي بتبقى جيفن لو انا قلت دي اسمها ايه دي لازم تبقى اسمها ايه والمسافه دي لو اسمها اي دي اسمها اي بار وهكذا يعني لو الريب عرضه مثلا 60 سم كل الريبات تبقى 60 سم لو المسافه بين الريب والريب 20 سم يبقى كل المسافات اللي بين الريب والريب تبقى كام يعني عندنا سيميتريه في الموضوع يعني ما ينفعش اعمل الريب منهم مثلث والتاني شبه منحرف لا يا كلهم مثلث يا كلهم ايه شبه منحرف اللي هي الاشكال دي دول وظيفتهم ايه دول اكنهم سميهم شفت الاسترينجر اللي انا كنت بصممه سميهم سترينج مثلا سترينجر عشان يشيل السقف يبقى البلاطه اللي شايلها يعتبر الريب ورامي حملها على مين على الكروس والكروس هي اللي متشاله على مين وهكذا يبقى السيستم كده اوكي مهم جدا في الكوبري ده تعرف شكل كل حاجه فيه تعالى نتكلم على الريب مثلا شكله ايه الريب ده لو انا طلعته بره لو انا هتكلم على الريب الريب عباره عن بليد كده وبليد كده وعمود عليه بليد من فوق كده وبيشيل سنتر لاين سنتر لاين يعني بيشيل ايه زائد مين بقى؟ زائد ايه ده شكل الريب فاكرين البلاطات الخرسانه بتاعتكم اللي عليها سقف القطاع بتاعها مش بيبقى ريكتانجل بيبقى تي سيكشن يعني في حته من البلاطه بتشتغل مع الكهرباء عندنا في حته من البليد بتشتغل مع مين؟ مع الريب قطاع الريب نفسه مش هو حرف البي ده قطاع الريب هيبقى البليده دي والبليده دي ومين كمان؟ والديك بليد اللي فوق اوكي؟ طيب لو انا مدي لك ديك سي ناخد ارقام كده لو قايل لك ان الاي ديت مثلا ب 60 سم والاي دي مثلا ب 20 سم يبقى المسافه دي هتبقى 60 زائد 20 اللي هي كام؟ 80 هي دي بتبقى حدود 40 مش 60 هو كله يطلع العمق ده اللي هو دي دوت بيبقى جيبن عشرين سنتي مثلا الريب ده كده لو انا عاوز اجيب له اريا مثلا واسميها اريا ريب تطلع بكام؟ هنا خلي بالك ان في النص ده ايه؟ هنا في حديد ولا في ايه هنا؟ هوا ده فراغ يعني البليتات هي اللي احنا هنشرها هي دي البليتات ده الجسم الريب ده الشكل اللي هيشيل الاحمال تمام كده؟ انا بعمل ايه؟ انا عشان احل اي حاجه من دول الريب ده احله زي الاسترينجر اللي كنت بحله قبل كده احط عليه دي لود واحط عليه لايف لود و و و بعد ما احط الديد واللايف واجيب له مومنت محتاج اصممه عشان تصممه لازم تاخد المومنت تضربه في واي على اي صح؟ فين واي وفين اي؟ هم دول اللي انا بجيبهم دلوقتي فلا ده شكل جديد شكل غريب غير الاي بي ما اروح اجيب الاي بتاعتها من الجدول مثلا لكن ده انا هنحسبها سوا عشان ده شكل جديد علينا. الاريا بتاعت الشكل ده تطلع لها كام؟ في بليتة فوق اللي هي 60 في كام؟ لو 20 واحد سمت البليت يبقى 60 في واحد زائد في كام بليتة مايلة؟ اثنين كل بليتة طولها كام؟ وسمتها كام؟ لو فرض مثلا ان المسافة دي 20 ودي كام؟ 20 ودي 10 ودي 10 جبت منين الارقام دي؟ ما لو دي 40 هتبقى 20 ولو ايدي دي 20 هو شايل سنتر لاين بس شايل النص بس شايل 10 سم يعني الضلع ده كام دلوقتي ده كده؟ 20 وده يبقى ده طوله كام؟ 20 ده 20 تقريبا يعني في حساب المثلثات يبقى 2 عنده ضلعين كل ضلع طوله 20 جذر 2 وسمكه هيبقى مديهون هيدي مثلا سي 6 مللي لو هو مشاور وكاتب 6 مللي يبقى انا هضرب هنا بوينت 6 يبقى انا كده جبت مساحه الشكل ده اللي هي مساحه الرب العصب اللي هيشيل الكوبري ده اللي هيشيل التيك بليت اللي فوق
طب الشكل ده له واي بار ولا لا؟ هنسميها واي بار ريب. يعني ايه له واي بار؟ يعني له سي جي كده وله مسافه مثلا من فوق اسمها واي بار. الواي بار بتاعت الريب دي كانت قانون سميشن باين كل اريا في المسافه على سميشن الاريا. سميشن الاريا دي اهي هي اريا ريب هي دي يعني. فانا حسبتها عشان كده صح؟ فاضل بقى كل اريا اقربها في الواي بتاعتها. فانا واخد الداتا من فوق خالص مثلا. لو واخد الداتا من فوق خالص هيبقى في كليتا فوق خالص اللي هي 60 في كام؟ واحد والواي بتاعتها نص. نص ده يعني من السنتر ده لغايه فوق خالص. زائد في بليتتين مايلين كل بليته منهم طولها 20 جذر 2 مكتوبه اهي وسمكها 0.6 دي مساحتها وبعدها عن فوق بعد النص ده عن فوق 10 يساوي هيطلع اي رقم؟ انا مسكت البيتا بليتا من الثلاثه كل واحده فيهم بجيب مساحتها لوحدها واضربها في بعضها عن فوق. البليتتين دول عشان اثنين قلت اثنين. كل واحدة طولها كام؟ 20 جذر 2 وسمتها بوينت 6 يبقى دي مساحتها. بعدها بقى الرأسي بعدها الرأسي من النقطة دي لغاية فوق لو كل ده 20 يبقى بعد النص هنا عن فوق على الرأس هيطلع كام؟ 10. جبت الواي بار ريب. آخر خطوة جبت الأي ريب. أنا محتاج الخواص دي ليه؟ هي دي اللي هتحل المسألة. يعني لو جبت لك امتحان فيه اورس تروبيك بريدج اول ما تخش على الكوبري كده لو هو اورس تروبيك يبقى رود واي ولا ري واي؟ رود واي. انا مش هقول لك ان هو ري واي اصلا ولا رود واي مش هقول. انت عارف ان هو النوع ده من الكباري النوع ده من الكباري ما بيستخدمش غير في العربيات مش هينفع يمشي عليه قطر. اوكي؟ طيب الكوبري النوع ده من الكباري اللي هو بيمشي عليه عربيات ده انا خلاص عرفت ان هو اسمه اورس تروبيك بريدج من غير ما اسال الامتحان عاوز ايه ولا اي سؤال اجيب دول الاول. اقول لك ليه بنجيبهم كمان شويه؟ لانك مش هتقدر تعمل تشيك ولا ديزاين لاي حاجه في النوع ده من التباري غير لما تحل مساله الرب وتحل يعني تجيب الخصائص بتاعت الرب وتجيب خصائص مين كمان؟ الميل وتجيب خصائص الكروس وبعد كده نبدا نتكلم بقى في الامتحان. فالمفترض امسك القلم وعلى طول ادخل على طول ايه؟ اجيب الكلام ده كله. طب الاي بتاعت الشكل ده كانت بتبقى سميشن صح؟ كل اريا في سوري بجيب الانرشيا بتاع كل اليمنت زائد الاريا في مربع المسافه. طب البليتا اللي فوق مين الموازي؟ مين الافقي؟ 60 60 السمك 1 تكعيب على 12 زائد الاريا الاريا بتاعتها 60 في 1 بعده عن فوق هو ريب ناقص بعده شايفين واي بار دي هتبقى واي بار بتاعت الريب ناقص الرقم اللي كنت كاتبه قبل كده ده اللي هو نص سم. ده كده الترم الاولاني البليتا اللي فوق جبت لها ناشف زائد في اثنين ترمين تانيين الضلعين المايلين دول كل ترم منهم الموازي بتاعه الموازي بتاعه هتلاقيه بوينت 6 والعمود اللي هو 20 تكعيب على 12 زائد الاريا بتاعته 20 جذر 2 وسمكه بوينت 6 ومربع المسافه اللي هي واي بار بتاعت الريب اللي انا حسبتها ناقص الرقم اللي كنت كاتبه قبل كده اللي هو ال 10 اي بليتا البليتا اللي فوق الموازي المحور اكس 60 صح؟ والعمودي 1.9 على 12 ده كده الانيرشيا بتاعت البليتا اللي فوق. البليتا اللي فوق ليها اريا اللي هي 60 في 1. تبعد قد ايه السي جي ده عن سي جي الشكل؟ هي واي بار ناقص نص او نص ناقص واي بار كده كده هتترفع مش فارقه. جميل؟ عليها تربيع فالنيجاتيف هيروح. فدي ناقص دي او دي ناقص دي مش فارقه خلاص كده. الترمين التانيين اي بليتا من دول مين الموازي المحور اكس؟ 6.6 مين العمودي على محور اكس؟ ال 20 مش طولها الانيرشيا مش الموازي في الطول التكعيب الموازي في العمودي على محور اكس تكعيب عارفين القصه دي ولا مش عارفين؟ 20 تكعيب على 12 زائد مساحتها بقى
مساحتها لا طولها في عرضها طول الحته المايله دي كام 20 جذر 2 البول 6 ما هي مايله والعدل واحد هتيجي تحسبه مع واحده هتطلع بول 6 والثانيه هتطلع بول 6 صفرين واحد مثلا عشان بس صغيره صح ماشي دي كده الاريا مربع المسافه اي مربع مسافه من السي جي ده للسي جي ده هتلاقيها انا جبت واي بار قبل كده صح جبتها عشان اعرف بعد السي جي ده عن فوق خالص طب بعد النص ده عن فوق خالص كان كام كان 10 الفرق بينهم هو ده اللي انا هربطه صح هو ده اللي مكتوب في الترم الاخير اللي هو واي بار بتاعت الريد ماينس 10 بكل تقدير كده جبت الاي بتاعت الريد هعمل ايه بالكلام ده سيبه دلوقتي طبعا هعمل بيه حاجات كتير اول ما اجي اعمل ديزاين للريد فطبعاً مش هعمل ديزاين للريب ما طلبش في امتحان ديزاين للريب طلب ديزاين للمين ايه؟ جيرفر هستفاد بالثلاثة دول دلوقتي يعني الثلاثة دول موجودين معايا في قطاع المين جيرفر تمام؟ طب يبقى دي أول معلومة الكوبري اسمه أورثوتروبيك بريدج بيتحل ازاي الأورثوتروبيك بريدج؟ بطلع أول إيليمنت اللي هو الريب الامتحان بيبقى رسمة واحدة هي دي مكتوب عليها أرقام كتير لازم حضرتك تبقى فاهمها لما اكتب فوق كده ديك بليت 12 مللي دي معناها ايه؟ سمك بليت اللي فوق 12 مللي يبقى سمك فلانجة الريد كام؟ 12 وسمك فلانجة الكروس 12 خلاص اوكي انا في المثال ده قايلها 10 يبقى 10 للكل سهل بيشاور على الريد بيقول لك الدبس بتاعه كذا او يطلعه بره يعني يعمل ديتيلة كده ويكتب ان دي ديتيل ايه مثلا ويجي على ديتيل ايه دي يروح مكررها بره كده بقى يقول لك المسافة دي كام والمسافة دي كام والمسافة دي كمان كام يعني يشرح لك شوية دايمنشن كده خلاص هاخد منها دايمنشن الريد اوكي او يشاور جوه الرسمة دي على البليت ده ويقول لك 6 مللي خلاص يبقى انت كده فهمت ان ده خانة البليت بتاع الريد 6 مللي وفوق كتب الديك بليت ويشاور على دي ويكتب مثلا 200 في 20 دي اللي هي مين؟ كروس جيرلر ايه؟ كروس جيرلر اللور فلانش بتاعتها سلكها وعرضها طب الويب بتاع الكروس جيرد ده ممكن يشاور على دي ده كده الويب بتاع الكروس جيرد شاور عليه من جوه شاور عليه من بره شاور من اي مكان او يقطع كروس سيكشن كده عشان يفرضني على الكروس جيرد ويديني الدايمنشن بتاعتها لو كتب هنا شاور مثلا في اي حته على الكروس جيرد على الويب بتاعها وقال 1200 في 12 كده يبقى هو ويب ارتفاعه 120 سم وسمكه كام؟ 12 لما يشاور على دي ويكتب 2000 في 12 ويشاور على دي ويكتب 750 في 40 ده كده الويب بتاع مين؟ المين ودي فلانجة المين المهم الداتا كلها جيجن يا جيجن على رسمة واحدة يا هيضطر يطلع الريف بره ويقول لك يا يطلع الفلوس بره ويقول لك الأبعاد بتاعتها إيه وهكذا سواء على رسمة واحدة لازم تكون بتعرف تقرا اللوحة ما هي لغه الحوار بيننا وبينكم اتفقنا اللي هو بره في الموقع لما تيجي تنزل اي سايت هتنزل السايت هتلاقي ايدك لوحه استحاله تلاقي ايدك نوتة حسابيه النوتة الحسابيه دي الراجل الديزاينر محتاجها عشان يطلع القطعات دي ويدافع عنها يشوف دي سيف او ان سيف لكن اللغه اللي بنتكلم بيها لوحه فلما تجي لك بعد كده اي لوحه تورس تروبت بريدج انت هتعرف تقراها ما انت عرفت مكوناتها مكوناته ريد عاوز ارتفاعه وعاوز عرضه وعاوز المسافات بينها اقعد دور عليها في الرسمه هتلاقيها سمك البليتا بتاعته كام؟ ده ويب دي مكتوبه كتابه في حته كده ان الويب ريب بليت سيكنس ريب بليت سيكنس 6 مللي ماشي ما هو الريب ليه بليت والسمك بتاعه كام؟ 6 هكتبها جمله ما اكتبها اكتبها جمله اشاور اكتبها في النوتس براحتي تمام كده؟ طبعا الميل جيردر مع الديك بليت هنا في حال الكروس مع البليت لحال الريب نفسه مع الويب بتاع الكروس ومع اللي فوق لحال يعني احنا اكننا بنجيب البلتات دي ونحط الربات وكله سايب اهو وننزل ولد تحت الكوبري ده تحت الباكيه دي او نبقى قلبينها له من الاول وهي لسه في المصنع قبل ما اشيلها واركبها تمام وخليه يمشي على كل ما هو حديد لامس حديد بيعمل فيه ايه بقى؟ بيحمل فهتلاقي المين متلحمه بالحال لو انا عاوز اظهره هنا هيبان كده لحال ما بين الويب وما بين الايه؟ التك بليت، في لحال ما بين الويب نفسه والاكس جيردر كل دي لحامات، ما فيش اي مسمار في الموضوع. الموضوع كله باكيه كامله جايه متلحمه هطلعها ارتبها
عاوز 10 باكيات منها بقى درجين، باكيه 2 3 10 بالعرض او بالطول زي ما انا عايز. شوف انت عاوز العرض كده. اوكي جميل كده خلصنا ده. نتكلم على الكروس جير. ده 1 سم. ال 1 سم ده اللي هو الديد بليت سيكنس، اللي هو ممكن في الامتحان ده يبقى 10 مللي، في الامتحان ده يبقى 12 مللي. دي كام بقى؟ سنتر لاين، سنتر لاين تبقى كام؟ هتعرف؟ ايه زي اس؟ اللي هي مش باينه في الرسمه دي خالص، اللي هي السبيسنج ما بين الكروس والايه؟ والكروس اللي بعدها. بس في مشكله بقى في الديك بليت. الديك بليت ده اعتبره كده، تعالى نعتبره ان هو بلاطه خرسانه. لو هو بلاطه خرسانه بيبقى شغال كله مع الكروس ولا كله مع المين؟ ولا بيبقى حاجه زي تو واي سلاب كده، جزء منه هيشتغل مع المين وجزء هيشتغل مع الكروس؟ يعني في حاجه اسمها دي افكتيف. لما كنت بتجيبه بيه عرض، عرض تي سيكشن في الخرسانه، العرض ده كنت بتاخدوه اس او كنت بتاخدوه اس الاقل من ثلاث ارقام، يا اما مش عارف 12 في سلابه زي مش عارف ايه، يا اما 6 لاين 6 لاين اللي هي اس يعني، يا اما يعني في ثلاثه يا اما كده بتجاوبهم الاول، وبعد ما بتجاوبهم بتعرف تجيب العرض ده كام. بس العرض ده ما بيطلعش اس، بيطلع اقل من مين ده؟ من اس. بس ليه افكتيف ويدث؟ ليه عندنا نفس القصه، هو ليه افكتيف ويدث؟ ليه فاكتور اسمه لندا، ولندا ليه اقل من واحد. طب لو طلعت لندا اكتر من واحد هاخدها كام ساعتها؟ واحد. يعني هو اكتر حته ممكن تشتغل مع الكروس جيردر من البلاطه هي اس، ممكن اقل من كده كافكتيف ويدث، لكن مش ايه؟ مش اكتر. فلو لندا طلعت معاك اكتر من واحد هتاخدها بكام؟ واحد. طب ليه ما عملناش كده مع الريب؟ ما هو الريب برضه شايل حته، انت قلت سنتر لاين سنتر لاين على طول، لا هو شايل برضه لندا في سنتر لاين سنتر لاين، بس دايما في مساله الريب لندا اكتر من كام؟ من واحد، عشان كده انا خدتها واحد على طول. طب اجيب لندا منين؟ اكيد لندا عاوزه بيتا. في كيرف كده اسمه بيتا لندا كيرف، شكله عامل كده. موجود هتعمدهولك. ده عاملينه للتورستروميك بريدج. يعني في واحد قاعد يحسب الافكتيف ويدث بيزد على حاجات كتير قوي في الكوبري التورستروميك بريدج، وراح عامله لنا في صوره كيرف. وقال لك ان بيتا دي القانون بتاعها باي فطول الاليمنت اللي انت بتتكلم عليه على المسافه بين الاليمنت ده واخوه. يعني لو دي كروس جيردر يبقى بيتا بكام؟ باي 3.14 ال طول الكروس جيردر، اس المسافه بين الكروس جيردر والكروس جيردر. طب انا عاوز اجيب بيتا للريب، الريب اللي انا خلصته من شويه، الريب اللي انا خلصته ده هتبقى باي ال، دي اللي هي طول مين؟ طول الريب اللي هو مين؟ اس. على المسافه بين الريب والريب اللي هي هنا كام سنتي؟ 20. تاني كده؟ اعيد تاني. سوري مش هتبقى 20، المسافه دي تبقى سنتر لاين سنتر لاين. انا اسف. هتبقى 60. اوكي؟ تاني بقى. انا عاوز ده جراف، الجراف ده بيعمل ايه؟ بيجيب الفاكتور لندا ده. بس لندا دي عشان اعرفها لازم ادخل على الجراف ده، رقم اسمه بيتا، وادخل على الجراف كده واجيب لندا. فانا عاوز اجيب بيتا. بيتا دي بيقول لك بار طول الشيء اللي انت بتصممه كام؟ اضربها فيه. وتقسمها على المسافه سنتر لاين سنتر لاين الشيء اللي انت بتصممه ده. فلو الشيء ده اسمه ريد مثلا، هو مش كاتب لك هنا ان ال ايه ولا اس ايه، دي طولها ودي اللي سنتر لاين سنتر لاين. اوكي؟
الشيء اللي انت بتصممه. طب انا هصمم الرب، انا عاوز اتكلم عن الرب. لو حضرتك اتكلمت عن الرب هتاخد باي اللي هي 3 و14% ايه اللي هتبقى طول الرب اللي هي مين؟ بس اللي هي فين هنا في الرسمه دي؟ مش موجوده، بس هنا لو انا حبيت اكتبها يكتب كروس جيردر سبيسنج 6 متر مثلا، يا اما بشاور على كلمه الكروس جيردر دي واعمل حركه كده واكتب كده. دي معناها ان الكروس جيردر بتتكرر كل 6 متر، بقت هي دي الاس وموجوده هي في الامتحان ومش هطلع عليها. بس انا هعرف اقراها. طب لما انا بطلع لوحه انا بطلعها كده برضه. يعني الشطاره ده اطلع لوحه هي رسمه واحده مكتوب عليها كل حاجه. الاشطر بقى الطالب الاشطر اللي يعرف يقرا اللوحه. ان انا اعرف اقرا كل حاجه مكتوبه في اللوحه. تمام؟ كده كروس جيردر سبيسنج خلاص 6 متر. لو انا بتكلم على الرب. انا دلوقتي بتكلم على الكروس طبعا. بس انا بكلمك على المساله اللي قبلها. لو كنت بتكلم عن الرب باي ب 3 و14 وطولها 6 والاس سوري طولها اس والاس دي كام سنتي بقى؟ 60. 60 دي اللي هي سنتر لاين الرب، سنتر لاين الرب هي المسافه الثابته. لو دي 60 سنتي ودي 600 سنتي هتقسم ال 600 على مش عارف على 6 هيطلع رقم. اوكي؟ تضربها في 3 هيطلع رقم ثاني. هتدخل هنا في الجدول ده هتلاقي ان البيتا دي طالعه لك برقم معين، تدخل بيه هنا هتلاقي لندا طالعه بكام؟ ب3. ينفع لندا تطلع ب3؟ انا بتكلم على سؤال الريد مش سؤال الكروس جيرد. لا، الماكسيمم بتاعها كام؟ 1. كنت هتاخدها 1 دي معناها ان الريد شايل سنتر لاين وسنتر لاين بس. يعني شايل مين بس؟ ال 60 سنتي بس، ويبقى الحسابات اللي انا عملتها كلها سليمه. وانت معفي في الامتحان انك تعمل الخطوه دي، لانك دايما لما هتعملها هتطلع لك كده. اوكي؟ طب تعالى نتكلم بقى على الكروس جيردر. الكروس جيردر عشان ادخل على الجراف ده، الجراف ده بدخله في الكروس جيردر وفي الريب وفي المين، ادخل الثلاثه اللي بيفترق من كاميرا للثانيه الاطوار والسبيس. طب نتكلم على الكروس جيردر، بيتا بتاعت الكروس جيردر ده 3 وطولها طول الكروس جيردر من السبورت للسبورت كام؟ هو المسافه دي اللي هو العصر ده. فيفرض انا بيجي العرض ده 6 متر مثلا ومديك دي مترين ومديك دي مترين. هي الستة. يبقى ال ده دلوقتي بستة. والاس ستة. هي المسافة بين الكروس والايه؟ الكروس اللي هي الصدفة هنا هتبقى هتتغير دي. هتغير دي بس عشان نحس بالأرقام. أوكي؟ بقى كده ال ده في مسألة الكروس جيردر 7 عاوز أكتبه بالمتر ماشي، بالسنتي بالملي مش فارق هيتشطب مع فوق. بس المهم يبقى بنفس اليونت. اوكي؟ بس خلينا متعودين ان احنا بنشتغل بالسنتي، فانا هكتب 700 سنتي. ماشي. والاس المسافه بين الكروس واللي بعدها اللي هي هنا بكام بقى؟ ب 6 سنتي، 6 متر اللي هي 600 سنتي. واضربهم في 3 هيطلع الرقم ده على بعضه ب 4 مثلا. لما اطلع ب 4 كده هيجي هنا. اوكي؟ واطلع كده واشوف لقيت الرقم ده مثلا ب 0.8 ب 0.5 ب 0.3 اي رقم زي ما يطلع بقى. يطلع فرنج النص بقى. دي معناها ان الكروس جيردر اللي بتتكرر كل 6 متر مش شايله سنتر لاين سنتر لاين 6 متر، هي شايلاهم كحمال، لكن كافكت بولز شغال معاها مش السته كلهم، قد ايه من السته؟ نصهم. ده لو الخط طلع نص، بقول مثلا، دي كلها امثله في الجراف معاك. اوكي؟ يبقى انا كده خلاص عرفت ان ده بكام دلوقتي الرقم ده؟ نص. بنص، وده؟ بستة. بستة. يبقى طلع 3. يبقى كده عرض الفرنجة فوق 3. يبقى في حاجة اسمها افكت بولز بجيبها من جراف. الجراف ده جيفن هتدخل بيه الامتحان. الجراف دوت هجيب بيتا عشان اجيب بيها لمبة، جبت لمبة ضربتها في اس، بقى عندي الشكل ده شكل عادي بقى. تعرفوا انتوا بتجيبوا الشكل ده واي بار وبتجيبوا له ايه؟ اي، ده ما فيهوش مشكلة. ده شكل بلتات عادية خالص، الريب كان صعب عشان كده جبت. هتجيب لي هنا واي بار للكروس جيردر وهجيب لي باي لمين؟ للكروس جيردر وخليهم هنحتاجهم كمان شوية. كده فاضل لي مين بقى؟ المين. المين جيرد. دي فيها مشكلة كده حد ما يعرفش يجيب واي بار بعد عن فوق يجيب اي بلتات عادية. ده كل مشكلتك ابعادها كامل بلتات. دول بجيبهم من القطاعات الجبن بتاعت الكروس جيرد والديب بليت اللي فوق سمكه بجيبه من السوق وعرضه بجيبه لندن في سنتر لاين سنتر لاين. فاضل لي ايه؟
الطابعين وداخل بوابه للباب. المين جرجة شايلة ستة لاين ستة لاين، اللي على يمينها كان تقيلة فشايلاه كله. يعني لو حضرتك شايف في الرسمة هنا اتنين رجل، هحط هنا كام؟ اتنين. طب على الشمال هنا هم دول مثلا دول فرد، يعني دول كام واحدة؟ خمسة. طبعا دول مش مرسومين، ده غلط الأرقام دي، يعني كده السبعة ما بتقبلش القسمة. المفترض لما تيجي تعدهم هتلاقوا كتير جدا. مش دي 60 سم للواحدة والتانية؟ لو دي 6 متر يعني 600 كان هيطلع كام سبيسنج من دي؟ 10، مش هيطلعوا خمسة. بس انا بتكلم على الرسمه اللي انا راسمها دي. الرسمه اللي انا راسمها دي فيها كام رجل دلوقتي هنا؟ خمسه. فهي شايله اثنين وايه؟ ونص. يبقى المين دي شايله من يمينها ربين وشايله من شمالها اثنين ونص. مثلا شايله 30 واحد من شمالها، هترسمها. ده شكل المين جردر. المين جردر نفسها قطعها اللي هيتحمل الاحمال، لما جاتني كده المين جردر هضطر ادني معاها ده وده والبليت والويب والفلانج. ده الشكل اللي هيقاوم الاحمال، هو ده. بالكامل كده تمام. زي في الخرسانه لما بتعملوا تي سيكشن، مش بتاخدوا بلاطه الخرسانه بتسليحها ولا من غير؟ انت مش ظاهر تسليحها، لكن ان والحاجات اللي انت بتتعامل بيها بتتكلم على انها خرسانه بلين كونكريت ولا متسلحه؟ متسلحه. يعني داخله معاك، يعني الربات دي اعتبر دي التسليح بتاعت البلاطه دي داخله معاك. يعني عشان اتني الشكل ده، عشان اتنيه، عشان اعمل عليه بنتنج مومنت واتنيه، مين اللي هيقاومني؟ هل الورب بس ولا الشكل ده على بعضه اللي هيقاومني؟ يبقى ده اسمه الافكتيف ويدث او الافكتيف كروس سكشن. لمين بقى؟ للمينجر. طب البليت ده ليه جبنا بعضها منين؟ اللي متشاور عليها تحت خالص في اليمين. عرضها مثلا 75 جبن وسمكها مثلا 4. الويب ده اللي هو البليت سمكه ده 1.2 وطوله من فوق خالص لغايه هنا كده مترين. لكن من 2000 في 12 فوق بقى البتاع ده من هنا لغايه هنا كل اللي انا شخبط فيه بالازرق ده كنت مسميه حاجه من شويه رين. كنت مسميه رين كله على بعضه كده اللون الازرق ده. والبتاع ده كده اسمه ايه؟ رين. وده برضه سنت لاين سنت لاين كده اسمه ايه؟ رين. ده الشويه اللي فوق دول سهلين قوي. اي واحده من دول اسمها ايه دلوقتي؟ رين. طب نجيب بقى الواي بورد بتاع الشكل ده. الشكل ده اسهل حاجه فيه الشويه اللي فوق. الشويه الحاجات اللي فوق دول عددهم كام؟ 4.5 او 5.5. 4.5. في ربين يمين وفي ربين ونص شمال. عديتهم لو طلعوا زاويه 6 في 6 4.5 بتبقى 4.5. في مساحه اي واحد من اللون الازرق فوق على المده اسمه ايه؟ جبتها قبل كده؟ ما انا عشان كده حليت الرجل. يعني ممكن ما كنتش طالب في الامتحان ديزاين ريك. غالبا في الامتحان هنطلب ديزاين الكوبري، وانا قلت لك الكوبري قبل كده بالنسبه لنا هو مين؟ المين جيرجر. فدايما هتلاقي الديزاين او الحل او المساله هي على المين جيرجر. بس المين جيرجر من ضمن مكوناتها في وحده كده اسمها ريب، عشان كده انا جبتها. اي ريب من دول يبعد قد ايه عن فوق؟ الواي بار. الواي بار بتاعت مين؟ بس انا الحاجات اللي فوق دول كل واحده منهم انا مسميها ليه، وكل واحده انا جايب مساحتها على بعضها في شكلها ده صح، وجايب بعدها عن فوق بعد السي جي بتاع الشكل ده اللي هو ده عن فوق كده. انا كنت مسميها واي بار بتاعت مين؟ بتاعت الريب. كنت مسميها كده، والاريا بتاعتها كنت مسميها اريا ريب، وحسبتهم خلاص كنت حاسبهم. طب والانيرشيا بتاعت الشكل ده اللي هو لونه ازرق فوق خالص على اليمين ده اسمها اي ريب، جبتها برضه هتنفعني دلوقتي كده. انا خلصت الشويه اللي فوق، انا بجيب ايه دلوقتي؟ واي بار. بضرب كل اريا في الواي بتاعتها على مجموع مين؟ الاريات زائد دي كده. ضربت الشويه اللي فوق خلصوا خلاص. في بليتتين تانيين، بليته راسيه وبليته افقيه. البليته الراسيه على سبيل المثال كانت 200 في كام؟ 1.2 وتبعد عن فوق 100 واحد زائد 101. انا واخد ديتا فوق خالص وبشوف بعد اي حته عن فوق خالص كام. انا عاوز اجيب ايه؟ عاوز اجيب السي جي ده فين؟ فبقول بيبعد عن فوق واي بار
بتاعت المين جيرفا. وانا بحسب دلوقتي وول بورد بتاعت المين جيرفا. مش كنا بنقدر كل مساحه هي بس القصه كلها الشغلانه بتاعت النقطه دي الكبير في حته الربات اللي فوق دي. زائد هكمل الفرنجل اللي تحت كانت 75 كام؟ 4 دي صحيحه. تبقى على فوق كام؟ الميتين كلهم. والواحد بيكون كيلو كام؟ واحد. في اثنين هنا في صوتي اللي صوتي كان في النص اللي كان في كل ده على مجموع الريال اللي هو القوس ده اللي هو اري اللي هو 5.5 اري مين؟ 4.5 زائد 200 في كام؟ 1 زائد 75 في كام؟ 4 اللي هي مجموع الاريال هم ثلاث حاجات. اكيد المين جلده مكونه من ثلاث حاجات لور فلاش وشويه ريبات. الريبات دي عددهم كام؟ تعدهم بالظبط. طب عدهم بالظبط ازاي؟ سيبك من الرسمه اللي انا رسمها دي غلط. يعني انا لو السبعه متر حاليا ما بتقبلش الاسم على 60 هو هيبقى رسمها لك بقى سكيل. او عدهم انت حضرتك هتقسم ال 700 على ال 60 هيطلع لك عدد. هو ده عدد الريبات هتلاقيه سليم. يعني لازم اصلا دي تكون بتقبل تسمع على ده. يعني غالبا لو انا مديك المسافه دي 60 هتلاقي انا مديك دي كام متر اصلا؟ 6 متر. عشان يجوا 10 سبيسنج من دول. فدول كانوا هيبقوا 10 ريبات. وكنت هبقى راسم هنا دلوقتي كام ريب كاملين هنا؟ 5 5 كاملين. وراسم على التلفزيون مثلا ايه 2 يبقى الرقم ده بكام دلوقتي؟ 7 وهكذا. فتحل المساله اللي جايه لك. بس انا عاوز اقول لك حتى لو فيها نصاص لو فيها نص بينفع عادي. نص ايه في الشيء ده؟ اوكي؟ اي بتاعت الشكل ده على بعضه تاني. في ايين سهلين. الفرنجه اللي تحت موازي وعمود تقريبا 12 وريا في مربع ضهر. والويب سهل. انتوا مشكلتكم في مين؟ في الشويه اللي فوق. دول اسهل بقى لان انا حليت الريب قبلها. عباره عن عددهم كام؟ عدد الشويه اللي فوق دول كام؟ 4.5 يبقى 4.5 ده عدد كده اللي هو في مسالتكم انتوا ممكن يبقى 7 او 8 او 10 زي ما يكون. في اي بتاع اي شكل منهم اسمه اي ريب. اي ريب بس كده ولا بنضيف له حاجه اسمها اريا في مربع المسافه؟ اريا في مربع المسافه. اريا مين؟ الريب ده. ومربع المسافه اللي هي كانت واي ناقص واي بار ككل تربيع. واي منهم بتاعت المين؟ واي منهم بتاعت مين؟ الريب. يعني لما يكون الريب نفسه بيبعد عن فوق كذا اللي هي المسافه دي. والسي جي ده بيبعد عن فوق كذا اللي انا لسه حاسبها. صح؟ انا لما باجي انقل اللي هي المساحه العزم الاول للمساحه ده بضرب الاريا في مربع المسافه دي صح كده؟ اللي هي واي بار اللي انا لسه حاسبها ناقص واي بار اللي جايبها قبل كده. هو ده الترم ده كده. انا خلصت الريبات خلاص. الترمين التانيين سهلين بقى. واحد فيهم 1.2 في 200 تتعيب على 12 زائد الاريا اللي هي 1.2 في 200 في حاجه ناقص الواي بار اللي هي ال 101 دي ناقص الواي بار اللي انا لسه حاسبها كل التربيع وهكذا. يعني الترم كده ما خلصش. زائد بقى الفلانجه زائد الويب. يعني اذا تحسب انت الفلانجه واحسب الويب دول عاديين بالتات عاديين. احسبهم هتعرف تجيب الار. الاي دي هتبقى بتاعت مين؟ القطاع اسمه ايه دلوقتي؟ المينجر. انا بعمل ايه اصلا من ساعه ما جيت؟ ولا حاجه. انا عمال اجيب بروجرسنج اريا عمال اجيب واي بار وار واريا لكل مكونات الكوبري ده. عشان اعمل بيها ايه؟ لسه ما اعرفش. انا لسه هجيب بقى احمال هجيب اللود واجيب اللايف لود وهحل السترينجر اللي هو هنا اسمه ريف وهحل بروس جيردر وهحل مين كمان؟ مين. بس كان ضروري اعرف شكلهم. اللي انا شرحته لك ده شكلهم. كل واحد فيهم شكله عامل ازاي؟ في حد تايه منه حاجه لغايه دلوقتي؟ قول ليه ما حسبتش ايه؟ حسبتها في اللي قبل دي؟ لا ليه في قطاع اليمين يعني؟ كروس جيردر دي بالعرض صح؟ ده بعد عن اللي بعدها 6 متر. انا قاطع في وسط في وسط الست على بعد 3 متر. قاطع في المين جيردر مش عند الكروس. الكروس هنا وكمان 6 متر في واحده انا قاطع بينهم. ده اضعف قطاع لمين يعتبر؟ للمين. قطاع المين ده بقى هل الشكل ده ماشي في الكوبري كله من اوله لاخره؟ الريب ده؟ والديب ليد موجود والويب وهكذا. طب الكاميرا دي اللي هي ماشيه من الكوبري الاول لاخر حطيت عليها احمال وبدات ديفورم لتحت تنزل تحصل لها ديفليكشن
وتبتدي مين الشكل اللي هيقاومك ان هو ما يبتنيش. كل اللي انا قلته ده اللي هو الريب بالديك بليت بالويب بالفلانج هو ده القطاع اللي ضروري يبقى ضعيف فيبتني فما يشيلش الاحمال بتاعتي، او ان انا اصممه انه يقدر ايه يشيل فمش هيبتني. فالشله دي كلها كده شغاله مع بعضها. انتوا خدتوا الكلام ده في الخرسانه بس ما كنتوش حاسينه لما كان بيرسم لكم ايه الفرق في الخرسانه بين ده الشكل ده وبين الشكل ده. ده تي سيكشن كاميرا عليها ايه؟ بلاط، ودي كاميرا عليها بلاط، والبندنج كده وهنا كده برضه. الاثنين دول هم نفس الشكل بالظبط. بس الباشا ده فيه كهنه كده والباشا ده الحداد كان حمار شويه فنزل الكهنه تحت مستوى البلاط، هو لسه ما صبش وشادد الخشب بتاع البلاطه ومسقط الكهنه، بنسميها مسقط الكهنه. الكهنه المفروض وانا ماشي راح استلم حديد التسليح الاقيها طالعه، طلع لي فوق كانت الكاميرا، طلع لي فوق، طلع لي لغايه فوق زي كده صح؟ ايه الفرق بين الشكل ده والشكل ده؟ ده كارثه، ده مصيبه سودة. ده كده فين قطاع الكاميرا؟ هو اللي انا هعشره ده. ده قطاع الكاميرا اللي هتشيل. انت فصلت، مش عامل شيل كونكتور، مش عامل كونكتور ما بين البلاطه ومين؟ والكاميرا، مش عامل. لكن هنا حضرتك حققته اهو اللي هو التسليح ده، وادي تسليح البلاطه بقى ومكملين. ايه الفرق بين ده وده؟ لما اجي احط احمال كده في السكشن الثاني اللي هو الفيو الثاني اللي انتوا بترسموه كده بايديكم في الساب او في الاوتوكاد او في اي حاجه يعني، وتحط عليه دبليو ويحصل بندنج، مين اللي بيبتدي؟ هل الكاميرا دي هتنزل؟ اه هتنزل. شايف الرباط اللي انت حضرتك حاطه ده؟ هتاخد البلاطه معاها وهي نازله؟ اه. يعني عشان انا اضغط وابدا اتني هما الاثنين مع بعض، يقول لك يا نعيش عيشه كل كده يا نموت احنا الكل، عارفين المثل ده؟ يعني يا نتني سوا وهما ماسكين في بعض، ما انت ماسك البلاطه في مين؟ في القمر. يا يتنوا مع بعض يا مش هيتنوا. فمين الشكل اللي انا هجيب له الانيرشيا عشان يقاوم الاحمال وما يتنيش؟ هو ده. طب ده لغايه فين؟ لغايه فين؟ يعني لغايه ما لا نهايه اخد البلاطه كلها شغاله مع الكاميرا، ولا بيموت الافكت ده بعد شويه؟ بيموت. الرسمه اللي كانوا رسمها لكم بتوع الخرسانه ونبقى نشرحها بالتفصيل في قاعده ثانيه. الرسمه دي يعني بعد كده في زيرو ستريسز وبعد كده في زيرو ستريسز، ففي افكت ايه يعني؟ ويلز اللي اسمها بي اللي انتوا بيقعدوا يقول لك 16 في سلابه زائد كذا و و و. دي الحته اللي هتشتغل من البلاطه مع مين؟ كتقويه لمين؟ للكاميرا. بقى ده قطاع الكاميرا المقاوم للاحمال، المقاوم للانحناء، المقاوم للشير، المقاوم للي انت عايز تقاومه. حط بقى احمال زي ما انت عايز ومشيها، دول يا يتنوا سوا يا ما يتنوش سوا. طب لما بيجوا بقى يتنوا سوا يبقى انت لازم حضرتك وانت بتحسب الانيرشيا او الاريا او 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 تاخد معاك في كبيره ولا في صغيره؟ دي كبيره. طب افرض انا فصلتهم مع بعض، حصل سبليت فاصل تماما بين دي ودي، اصبحت البلاطه كامله بانها لود، يعني البلاطه نفسها لود داخله معايا في الديد لود ماشي. مين بقى اللي انا لو ضغطت عليه برجلي كده هيتني لوحده؟ الكاميرا. ضروري تبقى معانا ديزاين للكاميرا يعني هي دي الجيل اللي يطلع لك من الديزاين بقى. ما هي دي الوحيده اللي هي لو اتنت مش يعني هتعمل الكاميرا انسيف، لو ما اتنتش هتبقى سيف. الاحساس ده لازم تبقى فاهم، لازم تبقى فاهم ايه الفرق بين الكلمتين دول. دي في الطبيعه ما شاء الله انت بتبقى ماسك اللوحه وماشي على السقف بتستلم ومش فاهم يعني ايه الكنه فوق. ده في مهندسين اغبياء يقول له يا عم بتاعنا اللي انت عاملها دي انا بكعبل فيها، زقها تحت وروح زي الكنه بتاعها. يعني هو ده مش فاهم حاجه خالص، ده رايح كده يتفسح في الموقع. لا انا لازم ابقى فاهم ايه الفرق بين اللوحه والموقع، وابقى عارف ان الكنات بتاعت الكاميرا انا لسه واقف على السقف لسه ما صبتش، شايف الحديد بس. كنات الكاميرا، كنات الكاميرا لازم تبقى طالعه لغايه لو انت عامل في الكفر الكونكريت كفر 2 سم مثلا او 2 سم ونص، يبقى هو 2 سم ونص بتبقى متحققه. مش الولاد يمشوا يدوسوا عليها، هو عاوز يجري حاجه اسمها براويطه فيها خرسانه يجري على السقف عشان ايه؟ يصب. فبيعملوا ايه في الحديد بتاع الكنات؟ بيضايقهم. طول ما هو ماشي شايف كهنه، شايف حاجه شبه المدرجات دي، هيعدي منها ازاي؟ يروح زيها برجله فين؟ تحت. مفيش مشكله يزقها لغايه ما يصب البعيد وهو جاي. بنبقى حطيناها خشبه كده عشان نرفعها بيه. لما تيجي عليها الدور انها تتصب ارفع تاني. ارفع الحديد العلوي بتاع الكاميرا تاني، ارفعه المكان واصبها. واصبحه كده مهمه جدا. والا من الاول حضرتك افقد بقى جزء كبير انك تشغل البلاطه مع الكاميرا دي
دي ميزه حلوه جدا لانها هترفع انرشا، هتزود الدي، هتقلل الدبس خالص. اوكي، تفقد الميزه دي وخليك في الحل ده، وده حل كارثي. طب عندنا هنا، انا معلش انا خرجت الخرسانه، انا اسف، بس انا الهندسه واحده، احنا متفقين، احنا بنتكلم في حاجه واحده، حاجه هتقاوم احمال. انا لما ازق دي كده وابدا اثنيها في اللينجوتودنال سيكشن، السيكشن العمودي على ده اللي هو باين فيه المين جردر دي كده، المين جردر دي جوه شكلها كده وعليها احمال كده، جايه من ديل ولايف وعربيات وجايه من اللي جايه منه، وهتتني كده. مين الشيء اللي هيتني في المنظر ده؟ هو هنا في حل ولا مفيش؟ يعني الويب ده ينفع يتني من غير ما يجيب الفلانجة دي اللي هي البليك بليد معاه؟ طيب البليك بليد ده في حاجات لازقه فيه كده، اسمها ايه الحاجات دي؟ بريد. هتنفع البريد يسيبهم طايرين فوق وينزل من غيره؟ يعني الشويه دول بيتكنوا مع بعض وما بيتكنوش مع بعض، صح كده؟ يبقى فين الشكل المقاوم للاحمال؟ هو ده. جاوبتك على سؤالك ولا فاهم؟ طيب كده يبقى انا خلاص عرفت ايه المين جلدر شكلها ايه، والانرشيا بتاعتها شكلها ايه، والدنيا ماشيه. هفصل بين الكلام ده وبين الاحمال، ناخد 10 دقايق بس. ده كوبري روت ويل، في ريل كومبليت روس وفي ميل. انا دخلت اهوت على الاسئله عاوز احلها، جبت الاول الخصائص كلها ليه جبتها؟ اكيد هحتاجها في الديزاين اللي انا هعمله. وارد يكون السؤال ديزاين المين جردر بس. بس احنا هنا عشان لسه في محاضره وشرح هنشرح الثلاثه اللي هم الاسترنجر والكروس ومين والميل. مين الاسترنجر او اللي هو اسمه ريد هنا؟ يعني مين بديه المسميات دي؟ مسميات انت اللي مسميه. يعني ممكن بعد كده لما تنزل السوق تلاقي ان الاسترنجر ده اسمه بيم 1 بي 1 والكروس اسمها بي 2 والمين اسمها. المسميات دي يعني ما تاخدهاش انها حاجه كوديفايد كده ان دي ده الكود بتاع التسميه، سمي زي ما انت عايز تسمي. في الاخر المهم في قمر كودي بالبلدي متشال على قمر عربي ومتشال على قمر رئيسي، جميل؟ نسميها قمر رئيسي، نسميها مين جردر، نسميها مين بيم، نسميها جي، والثانيه نسميها بي براحتك. خلاص بقى انا بقيت انجينير، المهندس بيسمي زي ما هو عايز. يعني كان في مبنى بنركبه من فتره قريبه كده، والمبنى جاي من الصين، والراجل اللي عامل التكله ده برنامج بيعمل شوب درون، فبيسمي اي اسماء، فكان بيسمي كل البيمز سي، مديها رمز سي، سي 1 سي 2 سي 3 ومسمي الكولمز كلها كان مديها بي، فكان مسميها بي 1 بي 2 بي 3. لما رحت الموقع العيال مصممين ان الاعمده دي ايه؟ قمر ومصممين مهندسين ومصممين ان السي كله ايه بقى؟ اعمده. هو حافظها كده في الكليه ان سي يعني كولم وان البي يعني ايه؟ بي. طب افرض الراجل الديزاينر مع نفسه حط تسميه بس هو باعتها لك، باعت لك اللوا. انت ما مين قال لك ان الكولم اسمه سي؟ مين قال كده؟ يعني هو ده قران؟ لا، هو ده حاجه يعني ستاندرد؟ لا برضه. اه في اسماء احنا متفقين عليها سوا، لكن تقرا اللغه. ففي كي بلان، في لوحه رئيسيه اللي انا هقرا منها. لما الاقي ان الكولم مكتوب عليه بي 1 بي 2 بي 3 مثلا اسمه كده، خلاص يبقى اسمه بي 1. يبقى بي 1 ده كولم ولا بيم؟ كولم في اللوحه دي. وهو ده اللي اخده بقى، اخد الديتيلا بتاعته واشوف هسميه لك اي حاجه. خد الحاجه دي وامشي وراها في اللوح الباقيه. يبقى اللوحه اللي هي اللي انتوا بتسموها اللي اوت، اللي هي اول لوحه اللي هندرج بعد كده لو حكي كتير منها، لما اجي اقراها واقرا ان القمر اسمها دي، يبقى خلاص، يبقى القمر كله اسمه ايه عند الراجل ده؟ دي. ما اقعدش اعاقبه بقى انت مسميه دي ليه؟ لا اصل في الكليه سموه لنا دي. لا سيبك من الاسامي بقى، اقرا اللوحه اللي قدامك. متفقين على دي؟ طيب هنا في المساله بتاعتي الريب ده اللي انا مسميه هنا ريب في الهورستروك، اللي هو اسمه في بعض الحاجات بيسموه سترينجر في بعض المدارس الثانيه. في ناس بتسميه سكندري بيمز، سميه كده، سميه زي ما انت تسميه. الريب ده متشال على مين؟ عندنا كروس. يبقى كروس وكروس وطوله اس، اطلع اس منين؟ اللي هي 6 متر اللي انا كنت بقول عليها من شويه. يبقى كل دول جه من ده. شايف ايه؟ الريب ده في الكروس سيكشن كده كان شكله كده، كان شويه ريبات كتيره كده. لو حد فاهم انا كنت بصمم واحد من دول. الواحد من دول طوله لجوه، ما هو متشال على مين؟ على الكروس، على الكروس والكروس، يبقى طوله اس. عليه اللودز كده، اللودز دي بتبقى ايه وايه؟ مين الدلتا؟ تخيل ايه الدلتا هنا في الموضوع؟ اون ويك الاون ويك بتاعه كاسكيت ده الف بي كده، والديك بليت اللي فوقيه ما لاستيك معاه. يبقى هنا ما فيش خرسانه اصلا، يعني ما فيش حاجه خرسانه. فهناخد كلمه اون ويك احنا هناخدها اللي هو وزنه كاستيل على بعضه،
بما فيه الديك بليت. يعني انا عاوز اقول ان الديك بليت جزء هو الابر فلانجه بتاعته يعني داخل جوه كلمه الاونوي. ايه وراهم؟ ايه فوق؟ لو في كفر فوق، كفر ده اللي هو البتاع الصغيره اللي انا بقول لك عليها اللي هي بتاع الفريكشن دي بتحقق الفريكشن ما بين العربيات وما بين السقف. دي بيبقى ليها وزن بس مش وزن زي الاسفلت. يعني الاسفلت كنا بنضرب الصوب اللي هو 10 سم في 2.2 ده بيبقى ماده كده وزنها مثلا 4 كيلو 5 كيلو للمتر مربع بس بتبقى جبن اللي هي الفينشنج ماتيريال دي او الفلورنج كفر دي هيقول لك وزنها كام. بس غالبا مفيش غير الاون ويت. طب الاون ويت هو مش مديهوني وانا بس مديني القطاع. في حد يعرف يفرض الاون ويت بدل القطاع؟ كثافه الحديد كام؟ 7.85. عندك ايريه الريب ولا لا؟ مساحته؟ لو انا خدت مساحته وضربتها في طول متر لجوه، ما انا عاوز اجيب وزن الايه؟ المتر. بقى فوليوم. بقى حجم. هضربه في 7.85 دي هيديني ايه كده على طول بقى؟ وزن. بس تخلي بالك من الوحدات ان ال 7.85 دي طن لكل ايه؟ متر مكعب. يعني طن على متر مكعب. يعني لما تجيب المساحه اللي انا كنت جايبها دي كانت اصلا سنتيمتر مربع. وضربتها في طول، الطول ده هتضربه 100 سنتيمتر مربع اللي هو متر يعني. كده جاب لك رقم بالسنتيمتر مربع، حوله الاول متر ايه؟ مكعب عشان تعرف تجيب وزن. ماشي؟ او نفرده بقى. طبعا نفرده كام؟ يبقى وزنه في حدود 50 كيلو جرام للمتر الطول. يعني لو انا بدل ما اقعد اجيب الكثافه واضربها في الاريا، انا ليه بضرب في الاريا ما بضربش في الفوليوم؟ عشان انا واخد ان الوزن اللي جوه الطول اللي جوه كام؟ 1 متر. يبقى الديد لود مفيش غير اون ويت، والاون ويت ده ممكن افرضه 7.85 اللي هو كثافه الحديد دي كده طن على متر مكعب، فكان لازم اضربها في الاريا بالمتر الايه؟ مكعب. شوف بقى الاريا بالمتر مكعب تبقى كام؟ لو عملت الاريا بالمتر مكعب وضربتها في 1 متر مكعب، 1 متر طولي، الاريا مربع يعني متر يعني متر اسف متر مربع ولسه هضربها في 1 متر ايه؟ طولي، فتطلع كده مكعب خلاص. انا عاوز اجيب وزن المتر، فكده يطلع الرقم طن واليونت ايه اللي جوه؟ متر. طن لكل ايه؟ متر. يبقى انا خدت المساحه بالمتر ضربتها في 1 متر هتطلع هي المساحه، بس اليونت بقت ايه كده دلوقتي؟ متر مكعب. لما اضربها في كثافه طن على متر مكعب كده تطلع طن بالمتر رقم. مظبوط؟ كده وزن المتر خلاص عليك هو ده ده. وبالتالي يعرف يجيب لي مومنت ويجيب لي ايه؟ شير. دبليو ال سكول على 8 مومنت وشير دبليو ال على كيلو. ال اللي هي اس. اللايف لود. اللايف لود المره اللي فاتت اتفقنا ايه اللي ماشي عمودي على الكلام ده؟ العربيات. طب لو انا جبت اثقل عجله العربيه اللي هي كانت 10 طن اللي كنا بنقول عليها المره اللي فاتت دي وحطيتها كده بس، الحاجه الثانيه على وزن الترين يعني هتجيب ريب واثنين وثلاثه، يعني في الاخر الريب اللي انت هتدرسه ينفع تحط عليه اكتر من عجله واحده للعربيه اللي هي الكبيره؟ لا. يبقى اللايف لود لو انا جبت العجله بتاعت اثقل عجله بتاعت اثقل عربيه كانت كام طن؟ 10. طب حد فاكر العجله اللي بعدها كانت على بعد كام؟ 2 متر. لا مش 2 متر ونص. متر ونص. نفتكر اللايف لود كان في عربيه رئيسيه كده وليها 6 عجلات كل عجله 10 طن كان عرضها كده نص 2 نص وكان طولها 6 متر متوزعين بالتساوي متر ونص، مش دي التحميله بتاعت الكل؟ دي العربيه الرئيسيه، في عربيه ثانيه يا يمينها يا اما ايه؟ شمال. انت ليك 1 تراي. الريب باين لي هنا، العربيه دي ماشيه كده على الكوبري. لو انا هرسم الريب انا ممكن اصادف ان الريب يجي بين عجلتين رقم. وينفع اصادف ان الريب يجي تحت عجله منهم اهي. ده كده الريب. طب الريب الثاني والريب الثالث مثلا على بعد قد ايه؟ يعني المسافات بين عارفين ايه الخطوط المنقطه اللي انا برسمها دي؟ الريبات. كان الريب سنتر لاين سنتر لاين كام؟ يعني المسافه دي كانت كام؟ 60 سم. ده الكوبري اللي انا بحله عندي ريبات كتيره قوي عاوز ادرس واحد منهم. انا لو مكانك هجيب اثقل عربيه واوقفها على الواحد منهم ده.
فانا اخطات اي واحد منهم ولنفرض ده هو ده اللي انا بدرسه والمسافات بينه وبين اخواته 60 سنتي لو انا حطيت العجله دي عليه دي على بعد من دي 2 يعني لو مشيت 60 هلاقي يجي 20 رب هنا يعني 60 و60 120 و60 كمان 180 ولسه مش هطول العجله يعني العجله دي هتروح لرابع رب فاهمينها كده؟ طيب حرف العربيه على بعد كام؟ نص متر لو حبيت احط العربيه الثانيه هلاقي في نص متر اللي هو العربيه الثانيه فالعجله برضه هتروح هناك بعيد يعني الرب استحاله هيشيل اي حاجه غير الثلاث عجلات اللي هم قيمتهم كام؟ 10 مش هيقدر طب اللي بعديهم هيبقوا نصيب رب تاني رب غيره فالماكسيموم هي هي واحده بس اللي هي ال 10 وال 10 وال 10 مفيش غيرهم صح؟ نيجي كطول بقى مش العربيه كان طولها 6 طب الاسبان ده كان كام في المساله بتاعتنا؟ 6 يعني العربيه نفسها لو انا ارسمها هلاقي نفسي راسمها كده العربيه نفسها هقدر احط قدامها الحمل اللي كان اسمه 500 هيجي بقى على رب تاني مش على ده فتحميله الرب اسهل ممكن هي الرسمه اللي مفهومه مفيش هو مش هيقدر ياخد من الفرح ده اللي هو كان العربيه دي وفي جنبها عربيه وقدامها 500 وفي 300 مش هيقدر ياخد منهم غير الثلاث عجلات دول بس نظرا لدي المسافه بينه وبين اخواته يعني هم كتير قوي لدرجه ان اي واحد منهم حضرتك قررت تصممه هتلاقي الماكسيموم كيسف لودينج بتاعته ثلاث عجلات كل عجله كام؟ 10 بس مفيش غير المنظر اللي انا رسمه ده كده خلاص دي الرسمه بتاعت الماكسيموم ايه دلوقتي؟ بين المومنت الرسمه بتاعت المومنت دي تقدر تجيب بقى المومنت بكام؟ اللود اللي في النص ده هيدي بي ال على 4 والاثنين دول مع بعض هيدوا بي اكس في اكس اللي هي بواحد ونص هنا في المساله دي فهيديني المومنت بكام؟ في حته نسيت اقولها المره اللي فاتت ان التحميله دي فيها حاجتين فيها مين لين مين لين يعني الحاره الرئيسيه كان فيها العربيه دي قدامها كام؟ 500 وفي عربيه ثانيه قدامها 300 وهكذا العربيه دي ليها امباكت ليها الامباكت يعني تضرب في 1 زائد اي وال 500 ليهم امباكت يعني يتضربوا في 1 زائد اي بقيه الاحمال مالهاش امباكت اللايف لود ال 300 والعربيه الثانيه ما لهمش امباكت ما بيضربوش في 1 زائد اي يبقى مين اللي ليه امباكت لود؟ المين لين بس اللي هو ال 60 طن دي او العشرات دي وال 500 بس هم اللي ليهم امباكت طب انا لو هنا مفيش غير العشرات ينفع اجيب المومنت وبعدين اضربه في 1 زائد اي طب افرض كان فيه يعني مساله ثانيه كان فيها عربيه اللي هي 10 وكان في عربيه اللي هي مين كمان؟ الخمسه مثلا وكان في هنا 500 وكان في هنا 300 مثلا برضه كده ينفع تجيب المومنت وبعدين تضربه في 1 زائد اي؟ لا كان لازم تمسك ال 10 طن دي لوحدها تضربها في 1 زائد ايه؟ زائد اي نضرب دي نفسها في 1 زائد اي ودي كمان ودي كمان ودول ودول لا والاحمال اللي هي من الاول للاخر اللي هي كانت دول 3 لا برضه ما لهمش امباكت هضرب الحمل نفسه في 1 زائد اي كده ادي احسب المومنت بقى المومنت اللي هجيبه هنا هيبقى واخد تاثير الامباكت معاه ولا مش واخده؟ بس ما تحسبوش وبعدين نضربه في 1 زائد اي كده كده ضربت الثلاث احمال في 1 زائد اي لا اضرب الحمل نفسه في 1 زائد اي وبعدين احسب في المساله دي مش ظاهره معايا لان هنا مفيش غير حمل العربيه الرئيسيه عاوز تحسب المومنت وتضربه في 1 زائد اي ماشي بس خلينا في الاسلم الاسلم ان العشرات دي كل واحده منهم تضرب في 1 زائد ايه الاول؟ زائد اي الاول قبل ما اجيب الاي ايه بقى الاي؟ كانت كام؟ 24 ده فين؟ في الارض في الريل واي العربيات القانون اختلف بقى 0.4 ناقص 0.008 ال ده قانون موجود في الكود ده قانون الامباكت بتاع العربيات الثاني اللي هو 24 ال على 24 زائد كام كان ينفع يوصل ل 75%؟ لا اعلى من 75؟ لا يعني بس كنت اقدر اوصل ل 75 ده اخري هوصل لكام؟ 4 4 ما 4 ناقص
ما دام بوي فور ناقص هتلاقي الكبير بتاعه كام دلوقتي؟ فالقانون ده ملوش ماكسيمم اصلا، هو باين لانه لما تيجي تحسبه هو بوي فور ناقص لو حاجه ملهاش طول، لو ملهاش طول هيطلع كام ساعتها؟ بوي فور ده الماكسيمم بتاعه، فعشان كده مش حاطط ليه ماكسيمم في الفور، حاطط له مينيمم بس. بيقول لك اوعى يقل عن، مش انتوا فاكرين زمان كان كام؟ كان 25 هنا 15. العربيات كإمباكت لود ليها أقل شوية من بتاع مين بقى؟ القطر. يبقى كبر القطر القانون مختلف، وليه ماكسيموم وليه إيه كمان؟ مينيموم. الماكسيموم 75 والمينيموم 25. العربيات هو ده القانون بتاع الإمباكت. قلة طول التحميل اللي هي هنا هتبقى مين في المسألة دي؟ إس. طول الشيء اللي أنت محمله اللي هو هنا إس. طب في الكروس جيردر بيبقى قلة دي كام؟ 2 إس. بحمل باكيه قبل الكروس جيربر وباكيه ايه؟ بعد كله من اتجاه التحميل، ماليش دعوه بطول الكاميرا، هو مش طول الكاميرا هو طول التحميله. فعشان احمل ريب حملت باكيه قد ايه انا دلوقتي؟ اس اهي، يبقى ال دي اس. في المين جيربر هتبقى ال، كل الاسات يعني كل الاسات احملهم كلهم صح؟ في الكروس جيربر مش معقول احمل الكبر كله، احمل باكيه لو انا هدرس كروس جيربر الفلانيه احمل باكيه قبلها وباكيه بعدها هتبقى 2 اس. الرقم هتلاقيه دايما اقل من بوينت 4 لان لازم ال ليها قيمه، وبالتالي هو اقل من بوينت 4 عشان كده ما حطيناهوش ماكسيموم، لكن غالبا ممكن يطلع مينيموم. يعني ممكن بعد ما تضرب البوينت 4 وتطرح منها الشيء ده يطلع الرقم ده مثلا ببوينت 1، لا ساعتها خده كام بقى؟ بوينت 1.5، يعني خده 15% ده المينيموم. يبقى انا عارف الار بضربها في الاحمال بتاعت العربيه الرئيسيه، والاحمال ال 500 ان وجد باقي الاحمال ملهاش امباكت، الكود اللي بيقول كده جميل؟ طيب خلاص جبت المومنت لايف لود، بعمل بيهم ايه الكلام ده بقى؟ بجمع الديد مع مين؟ مع لايف واحد زائد اي، والاي خلاص اتحدت كده دخلت معايا جوه المومنت لان انا ضربتها في الاحمال. فلما اجمع المومنت الديد ده مع المومنت اللايف هيديني مومنت، اعمل ازاي تشيك على الريب ده؟ اضمن ازاي ان هو سيف ولا انسيف؟ ام اخويا على ايه؟ على ار. يبقى التشيك بقى عشان كده كان لازم اجيب واي واي بتوع الريب اللي انا جبتهم من شويه. التشيك ان انا اجيب الاستريس، الاستريس بيساوي ام اخويا على ار. ام دي اللي هي التوتال اللي هي ديد زائد ايه؟ زائد لايف. والواي اللي هي واي بور بتاعت مين؟ الريب اللي انا حسبتها في ستيب 1. والاي بتاعت مين برضو؟ الريب. كده هيطلع لك ستريس على الريب. القطاع ده شايفين الابر فلانج دي مش هي دي بليك ستيب، هي الكومبريشن فلانج على كده. ال يو بتاعها بكام؟ لا بزيرو. ده دي بليك ستيب زيه زي البلاطه دي ايه؟ برصان. يعني الريب ده والريب اللي بعديه ليه كومبريشن فلانج سايبه بطول معين؟ ده الفلانجه دي والفلانجه دي لازقين في ايه اصلا؟ مش هو ديك بليك ده حاجه واحده؟ اصبح ان الريب ده لو انا رسمت لك ريب كده اهو ده المنظر بتاع الريب، ورسمت لك اخوه اللي هو ده، لو ده لو ده سايب وده سايب وفي منهم لينكات كده بتوصله جول مثلا، يعني كان هيبقى مين ال يو؟ المسافات الحاجات اللي بتوصله. هنا مفيش اصلا الكلام ده، ده هي كلها بتدي ايه اصلا؟ واحده. يبقى اصبح الكومبريشن بلان الشريحه اللي اسمها 60 سم والشريحه اللي لازقه فيها اللي هي 60 سم كلهم كل سبورت صح كده؟ يبقى الديك بليك يديني ميزه حلوه للسترينج سوري للريب وللكروس والمين كمان وللمين، لان الثلاثه ال يو كام؟ الا اذا كانت المين المين بس كانت ليفر يعني كونتينوس يعني ليها مومنت بص وليها مومنت ايه؟ مره هنقل تحت ونشتغل باليو فريم ومره هتبقى فوق، مره هيبقى فيه كومبريشن فلانجا فوق. لكن تعال نتكلم على السيمبل، السيمبل بتاعهم هم الثلاثه الكومبريشن فلانجا فين؟ فوق. وال يو كام؟ زيرو. تمام؟ طالما ال يو زيرو هتلاقي الرقم ده دايما اللي هو 0.64 اف بي. ده التشيك بتاع الريب. فالريب ثابت هو الكلام ده. ليه 0.64؟ لان هو حد ايه؟ ال يو بتاعته كام؟ بزيرو. وغالبا هتلاقيه كومباكت لما تيجي تعمل له التشيك بتاع السي ار تي والدي ار تي هتلاقيه كومباكت. لو مش كومباكت طيب افرض مش كومباكت. يبقى ويسكنس 8 يعني خلينا نشتغل عام اهو. لربما تيجي سبيشال تيست تكون البلتات رفيعه بس في الريب مش هتلاقي الكلام ده لان الحته
السي اللي احنا نصوبها في الريت هي اللي انا هشرطها اللي هي طولها 10 سم في مسألتها. فلما تيجي تقسم 10 سم على تي وتقارنهم بالليمتيشن بتاع الكور هتطلع حمر. بس هتخيل ان ايه في مساله ثانيه كانت المسافات بين الريب والريب كبيره والسم قليل ساعتها كانت هتطلع نون كومبا فكنت هتضطر ترجع للبوينت 5 ايه؟ 8. لكن ال يو كان حاجه عندنا زيرو كده خلاص ده الريب الكروس جيلبر واحدة قبلها وواحدة ايه بعدها يعني ترسم ليش الكوبري كله يعني الكوبري كله فيه قالب في الكروس جيرل ماليش علاقة انا هدرس واحدة منهم لازم ترسم لي واحدة قبل وواحدة بعد ده بلان كده ودي مين طيب؟ مين دي مين؟ تمام دي المسافات اللي هي كام كام؟ اللي هي هنا في مسألة انا كانت 6 متر اللي هي تس تمام برضه انا عاوز اجيب لهم ديت واجيب لهم ايه؟ لايف انا هجيب هنا المره دي اللايف الاول عشان هو الصعب واحنا فايقين كده ايه اللايف لود؟ تتخيل انا عاوز ادرس دي عشان تدرس دي تجيب العجل بتاع العربيات ده العربيه ارسمها هنا بقى فول سكيل يعني ارسمها كده اهي في اي حته تعجبك بس حط العجل الوسطاني بتاع العربيه على اللي انت هتدرسه وحط عجلتين قبل وعجلتين ايه؟ العربية طولها كام كلها؟ 6 متر يعني دي 3 ودي 3 صح كده؟ تمام لو عاوزين نرسم يعني تو سكيل اهي تو سكيل هتبقى كده كل المسافات دي ايكوال يعني دي قد دي قد دي قد دي كل واحدة من دول بكام اصلا؟ 1.5 دي العربية رقم 1 العربية رقم 2 قدامها ووراها ولا يمينها وشمالها؟ يمينها وشمالها براحتك عارفينها هنا في شاسي بس كل عجله من دول بخمسه لكن كل عجله من دول بكام؟ انا بحاول اسنتر العربيات العربيات دي ماشيه ده بلان اتجاه السير هنا على الكوبري ده كده العربيات ماشيه كده صح؟ بس كده ولا بتحط احمال ثانيه؟ في احمال ثانيه قدام العربية الكبيرة دي قدامها اللي هو هنا لغاية هنا اللي هي الكلية دي كلها لو سمحت انها هادي 500 وراها لغاية هنا بس ما تقولناش الباقي انا لما بدرس كاميرا هدرس باكية قبل وباكية بعد والباقي مش هيأثر دي باكية واحدة دي باكية واحدة كانت كام دي؟ كانت كام دي؟ 700 700 انا بتعملها 7 700 دي عرضها كام؟ 3 دي عرضها كام؟ 3 ادي 6 فاضل لي متر بس المتر ده اللي هو مجموع الثلاث ريال دول تمام كده؟ دي باكيه واحده انا راسمها دي كلها كده باكيه واحده ده كان في دي برضه انا كنت راسم كام اللي هو ده؟ 2 مترين اهو ده بالنسبه للي انا كنت راسمه ماشي؟ ودول مترين معايا كده؟ انا برسم على البلان بتاع الكوبري اللي انا لسه راسمه من شويه التحميله ولما بدرس كروس جيردر معينه برسمها في النص وارسم واحده قبلها وواحده ايه؟ بعدها وابدا احط الاحمال كلها قبل وبعد اهي ده اللي هو 500 طب دي كان قدامها ووراها احمال انا سميهم 300 داش هقول لك ليه داش دلوقتي وبقيه الكوبري بقى اي حته فاضيه اللي هي كام؟ 300 وبعدين تعالى على الرسمه دي فوق قوي كده او تحت عشان انت تتخيل بس المين جيردر دي معناها سبورت والمين جيردر معناها ايه؟ سبورت والكاميرا معناها خط اهي بدبل كانتريفر ده مترين ودي 7 ودي مترين صح كده؟ حلو انا عاوز اشوف العربيه دي هسد كام رجل هنا؟ اتنين ادي رجل وادي رجل الرجل قيمتها 10 ولا 10 وشويه؟ 10 وشويه هنسميهم سوا كده اور رياكشن يعني 10 ودي ار 10 وفي عربيه ثانيه سواء لازقه فيها او مش لازقه فيها هنشوف الماكسيموم يجي ازاي يعني سيبك من هنزقهم ازاي بالعرض كده براحتنا بس المهم في دي هتدي عجلتين ودي هتدي عجلتين
وفي هنا شوية دبليو صح؟ 500. مسموح لك؟ مسموح لك تعمله كامل ايه على طول؟ مرتب واسميه ار 500. وهنا مسموح لك تعمل حمل مركز في النص بالظبط وتسميه ار ايه؟ 300 داش. وهنا بقى في شوية احمال اللي هم 300 وفي هنا شوية احمال اللي هم 300 ان امكن ان وجد. مش باين الرسمه اللي هناك. طيب هرسمها تاني هنا بقى. لو دي مين ودي مين والخط ده هو الكروس وانا عاوز اجيب لها ماكسيمم مومنت. انا عاوز اجيب لها ماكسيمم مومنت دي كوان اتريشن. الوان اتريشن دي من وجهه نظري انا ان انا احط اثقل عجله في النص وابعد وحط الحجرة الثانية وارسم حدود العربية دي اللي هي R10 ودي R10 وده سنتر لاين الكاميرا وده حدود العربية صح كده؟ العربية الثانية تبقى للرسمة اللي أنا رسمها دي أخليها يمينها يعني أبعد عن نص الكاميرا ولا أخليها شمالها؟ شمالها شمالها طبعا. ألزقها فيها ولا أبعدها بعيد؟ ألزقها فيها. العربية الثانية أنا رسمها بدي السودان تيجي زي ما تيجي بقى ليها قريب ار 5 وار 5. يعني الكاميرا دي انا عاوز اوصل معلومه ان الكاميرا دي شايله قد ايه من العشره دي؟ شايله شايله حاجه من العشره دي؟ ونفر 3 مثلا وشايله من دي حاجه 3 يبقى 3 و3 6 وكان في 10 موجودين 16. يعني الرقم ده بكام دلوقتي اللي هو ده؟ 16 فهو مش 10 عشان كده انا مسميه رياكشن اوف 10 يعني مسميه ار 10. هشوفه بكام بقى؟ هشوفه بكام دي على انتهاءكم المره اللي فاتت لما كنا بنرسم مثلث صغير كده على الجنب اللي هو الرقم ده بكام؟ واحد. وكل لون من دول عاوز حضرتك تعرف هو بيدي كام تضربه في ايه؟ في الواي. عشان تقدر تجيب تاثيره على دي كام؟ طب انت ليه بتدرس دي؟ انا لما بدرس كاميرا بوقف الاحمال كلها عليها. بس الاحمال دي بعيده عنها، اللي بعيده عنها بيديها جزء. مش معناها انه بعيد عنها مش هيديها خالص، لا هيديها. العشرة دي لو جت في النص بالظبط هتدي 5 هناك و5 هنا. لو قريبة هتدي 8 و2، لو بعيدة هتدي 2 و8 مثلا أو 3 و7 وهكذا. فأنا عاوز أعرف الفاكتور ده كام؟ كل مسألة بقى ليها فاكتور. أيا كان اسمه ولنفرض اسمه واي. ده اللي أنا بحاول أرسمه هنا. طب الأحمال دي اللي هم 500 دي بيدوا حاجة هنا؟ يدوا تأثير هنا؟ بس الحمل الموزع عشان اركزه كان الاول لازم تضربه في طوله ده وعرضه ده او طوله ده وعرضه ده مش مشكله. يعني تضربه في الاريا اللي متهشره دي عشان يتركز فين؟ في النص هنا كده. وبعد كده يبقى له ايه بقى؟ واي. لما الرقم ده طلع مثلا ب 20 رقم اسمه 20 هيدي الكاميرا دي 20؟ لا واي 2. لو الرقم ده ببوينت 2 او ببوينت 1 يبقى هيدي 20 في بوينت ايه؟ 1. ما تجيب الرقم اللي هنا اهو. انا عاوز اعرف الكاميرا دي بتحس بكام في الميه من الحمل ده؟ هو ده اللي انا عمال اعمله. فلما جيت ارسمها انا عارف ان عليها ادي حمل مركز، ادي الثاني، ادي الثالث، ادي الرابع، ادي الخامس اللي انا مسميه كده، ادي السادس اللي انا مسميه كده. وعاوزين ده موزع ماشي مركز ماشي زي ما احنا عايزين. انا بفضل نخليه مركز. مركز ده يعني 300 دي لو انا ضربتها في المساحه دي كلها هتتركز هنا اهو صح؟ لو ركزتها هنا اهو يعني لو ضربتها في الطول ده في العرض ده هتتركز في النقطه دي صح؟ لو تركزت هنا الفاكتور بتاعها ساعتها هيبقى بكام؟ واحد. هتديني رقم احطه هنا لو انا عايز في نص المسافه دي يعني لو في مسافه واحطه في ان هو هو في نفس المسافه دي لو في مسافه. لو الكاميرا ليها كانتريفر زي كده ما تحملش كانتريفر هيقلل لك البوست يعني ما حدش يحط لي احمال هنا. يعني حطيت احمال هنا هيدي نيجاتيف وعلق مني. الورست كيس ان انا ما احط ما احملش وانا بعمل ماكسيمم بوست في مومنت ما احملش مين اصلا؟ الكانتريفر ما احملوش ماشي؟ فاخرك في التحميل الخط ده والخط ده. ده اخرك في التحميل، حمل الجزء البوست وحط اثقل عجله في النص.
ونص بقيه الاحمال، وكلها الاحمال ايه دلوقتي؟ مركزه. انا عاوز اعرف قيمه الاحمال المركزه الكتير قوي دي كام؟ الار 10 على سبيل المثال، تاثير الحمل ال 10 طن على الكاميرا المدروسه، اي 10 من دول دي مثلا هتدي 10، ودي هتدي واي 1، ودي نفس الواي 1، يبقى 10 كامله زائد في 10، كل واحده منهم الفاكتور بتاعها واي مين؟ واي 1 يساوي كذا. خلينا نشتغل رموز كده عشان من المساله للثانيه هتفرق الارقام. طب انا عاوز اعرف واي 1، واي 1 خلاص بقى لو انا هكتب ارقام دي 6 ودي كام اصلا؟ 1 ونص، فدول كام دلوقتي؟ 4 ونص، ودول 1 ونص، والتوتال 6. بتقول حضرتك كده السته جابت 1 المثلث، السته جابت 1، يبقى الاربعه ونص تجيب كام؟ هتدي 4 ونص على 6، هشوف ال 4 ونص على 6 تطلع بكام؟ زي ما تطلع بقى طلعت ب 0.75 مثلا، يبقى الرقم ده بكام قيمته دلوقتي؟ 0.75. طب الرقم ده جيبه منين؟ نفس الكلام، مش دي كلها 6 بتجيب 1؟ 6 بتجيب 1. طب المسافه دي امال عرفنا منين؟ مش دول 3؟ فاضل 3 كام وكام بقى؟ 1 ونص و1 ونص. عاوز اعرف ال 1 ونص بتجيب كام؟ دي في دي بتساوي دي في دي، يبقى 1 ونص على 6 هتجيب ربع، يبقى الواي 2 دي بكام هنا في المساله دي؟ بربع. بقيت عارف ان الواي 1 دي 75 اكتب 75، الواي 2 بربع اكتب ربع. جبت الار 10. طب الار 5 سهله لانها على نفس اللاين، يعني على نفس الفاكتور اللي هو اسمه واي 1. في خمسيه كامله زائد خمستين، كل خمسه منهم بتتنقل بفاكتور اسمه واي 1. ده كده اللود اللي اسمه الخمسه. طب ايه تاني غير كده؟ حل الايه؟ ال 500. بس انا عاوزه مركز، عاوزه مركز. كان لازم تاخد الحمل نفسه كقيمه اللي هو 500. 3 شايفين الحته اللي متقشره فوق دي؟ 3 عرضها 3 وطولها 3 في المثال ده، في المثال ده طولها 3 وهما حتتين، يعني حته فوق وفي حته فين؟ تحت. بس كده اتركزوا هنا اهو، الحته دي والحته دي، فلازم لهم فاكتور اللي هو مين الفاكتور؟ واي 2. فكان لازم يتضربوا في واي 2 عشان يتنقلوا ويتنقلوا مركزين. الرقم اللي اسمه 300 داش هو ده بالظبط، مع فرق قيمه الحمل بس. يعني الار بتاع 300 داش هما 2، وكل واحد ايه بقى؟ 3 300 عرضهم 3 طولهم 3 الفاكتور بتاعهم برضه واي 2. فتلاقي حاجات شبه بعض، اللي قدام العربية دي شبه اللي قدام العربية دي، مع فرق القيمة فقط. طب أنت جايبهم كل واحد لوحده ليه؟ عشان ده لازم تيجي حضرتك هنا كده وتضربه في واحد زائد إيه؟ واللي بعديه؟ لا خلاص كده. واللي بعديه؟ البوينت 5 بس. ده لازم يتضرب في واحد زائد العربية العربية العشرات والحاره بتاعتها كلها ليها اندكس. المين لين في الكود ليها اندكس زي قطر كده، هو قطر مش حاره واحده. ليه الكابتلوج؟ عندنا هنا التحميله الرئيسيه عباره عن 10 وقدامها 500، دي ليها اندكس. الباقيين اللي هم البني ادمين والناس ما لهمش اندكس. تمام؟ يعني دي مالهاش ودي مالهاش. طب هو مين الاندكس؟ نفس القانون ده. ومين الاند دي؟ انا محمد كام لك اهو؟ 2 اس 12 متر. عوض هنا ب 12 رقم 12 وعوض بالمتر 12 في 8 في ال 1000 هتطلع رقم اوكي؟ هطرحه من البوينت 4 هيطلع مثلا بوينت 3، خلاص يبقى بوينت 3. يبقى الرقم ده هيتضرب في 1.3 وده هيتضرب في 1.3. بقيه الاحمال ما تضربهاش في 1.3 هتتساب زي ما هي. طب لما جبت كل ده انا عاوز اعرف المومنت هنا بكام؟ الحمل اللي هو زميلنا عاوز الحوار بوينت 3 اللي على الجنب ده اللي هي موجوده من اول الايه؟ لا دي هتضرب البوينت 3 في 12 في 12 في المسافه دي. المسافه دي عرفها منين بقى؟ باينه هنا. ما دام انت حطيت العجله هنا اهو، يعني حطيت العجله في الحته دي، بقت المسافه من هنا لهنا 2 ودي نص، يبقى 2 ونص.
وانا كنت عندي دي في المساله 7 كان 7 اه لو دي 2.5 ودي اصلا 3.5 يعني فاضل لك هنا قد ايه؟ متر واحد. تعالى الناحيه الثانيه دي اصلا نص ودي كلها 3 3.5 هتلاقي قفله هنا بالظبط هي كانت 7 طالما فوق فهي طالما 7 يعني دي 3.5 ودي 3.5 تعالى نشوف ال 3 متر ونص دول 3 عربيه ونص اللي هو الرفرف ده خلصانه كده فدي هنا مفيش تاني مفيش احمال الجنب ده الثلاثه العربيه انا خسرت منهم نص متر الناحيه فبقوا 2.5 بس من 3.5 فضل لي متر دي صدفه في المساله دي المتر ده جواه كده كونسنتريتد لود اسمه ار بوينت 3 الرياكشن بتاع الحمل اللي اسمه بوينت 3 قيمته كام؟ 4.3 ده بيساوي هو ملوش امباكت ولا اي حاجه الحمل نفسه 0.3 طول التحميله طول التحميله كلها ل 12 متر عرض التحميله متر اللي هو دوت طب انا رسمه هنا يمين رسمه شمال بيشترك معاه ما التاثير هو هو لكن هنا لازم ارسمه صح بس له فاكتور اللي هو كام هنا بقى؟ واحد فبقى خلاص هو كده ما دام هضربه في واحد هيطلع اي رقم حضرتك هتقول لي هنا مركز هنا. اللي عاوز يجيب اهو اللي هي يعني ال 10 دي وال 10 دي دخلوا صح؟ اثنين اهو والخمسه والخمسه عاوز انهي؟ واحد اثنين ثلاثة اه ثلاثة يمين وثلاثة شمال دي دبابة مش عربية عادية انت تقعد الدبابة بتبقى ثلاث الدبابة اللي هي العجلة الكاوتش دي اللي بتشيل صواريخ دي بتبقى ثلاث عجلات كاوتش يمين وثلاثة ايه؟ شمال وبتشيل صواريخ وزنها توصل ل 60 طن فالعربية عشان كده هو مديها لك في مسافة صغيرة قوي دي مش العربيات النقل اللي ماشية في الشارع العربية النقل مختلفة العربية النقل اللي انت بتشوفها في الشارع ليه وشكلها كده دي معرفش ارسم قوي يعني بس المسافات دي بتبقى متر ونص لا دي بتبقى اكتر صح كده؟ فليها رقم تاني ومسافات ايه؟ تانيه التريلا دي على بعضها في تريلا عندنا في السوق ماشيه كتير ممكن بتلاقي دول اصلا اتنين دبل كده وبعد كده واحد وبعد كده مش عارف ايه اكتر خموله في السوق هتلاقيها 70 طن كتريلا يعني بس المسافه بتاعتها طولها 12 متر إيه؟ يعني 70 طن وفي 12 ايه؟ متر دي اخف اخف وزنا معناها 70 طن من دي اللي هي 60 دول 60 يكادوا يكونوا ايه؟ مركزين مركزين في حته عرضها 3 متر في طول كامل 6 يعني العربيه كلها 3 في 6 وشايله 60 طن مش موجوده ليه غير في الدبابات عشان هي اللي شايله صواريخ ثقيله جميل؟ لكن عربيات النقل اللي في السوق بره التريلات اللي انت بتشوفها اللي ماشيه في الشارع دي اللي بتشيل احمال بتبقى 70 طن بس اولا ليها كم كتير اتوبيس النقل العام اللي انت بتشوفه في الشارع ده خفيف خالص ده مقارنه بدول ممكن تلاقي طوله 12 متر او 8 متر او 9 متر في 50 راكب في 60 راكب الراكب دي تدينه يعني بتتكلم في 6 طن بوزنه دخلنا في 10 طن هو وزنه كله 10 طن بس ليه بقى عجله 2 3 دي كتير مثلا او دي واحده قدام واحده ورا حتى برضه المسافات ايه؟ مش متر ونص من العجله والعجله. فايه التحميله اللي موجوده في مصر؟ عجلها قريب ووزنها كبير. هي دي اللي انا هصمم عليها. الكود لقي ان دي نوع معين من الدبابات كده موجوده في القوات المسلحه. اللي هي اللي هي عرضها 3 عشان كده رسمها لك. لو انت صممت على دي وعدت على اي كوبري خلاص مش هيقعد. ما انا صممت على كتير. يعني لو الاتوبيس ده بقى ايه او النقل ده جت مشيت على نفس الكوبري بتاعي خلاص سيف خلاص ما هو التحميله مش ايه مش هي هو هتلاقي بقى ايه بيمنعوا مثلا النقل ده على بعض الكباري انه يطلع اصلا لا ممنوع صعود النقل للنوع ده طب بينا وبين بعض لو طلع هيوقع كوبري لا ما انا مصممه بيخافوا من ايه كان في كوبري حته اسمها مرشوط في الصعيد العامل طلع العربيه وبعدين عجل الجنان فاضطر يعمل ايه؟ يصلحها فوق فلما بيجي يصلحها بيرفع بالبريك بقى. لما بيرفع بالبريك مشكله البريك ده بيخلي عجل اللي ورا اللي يسير ان الحمل كله بايه؟ بيتركز عنده. لو انا وانت شايلين شنطه
وزنها 50 كيلو شايلينها في صف واحد. لو انا حبيت اصيع وشايله بنت الشنطه بروح اعمل ايه؟ ايدي سيب ايدي سن. معنى ان انا سبت ايدي ان اللود بقى متركز فين؟ قدام. عنده هو مش هيروحني صفر، بس ال 70 كيلو دول ولا ال 50 كيلو انا هاخد منهم 10 وحضرتك هتشيل 40. مجرد ان انا عملت بس شويه ايه؟ ديفليكشن كده، ان انا سبت ايدي سنه وانت اللي بقيت شايل. طب تعالى نعكس، لو هو اللي رفع ايده يعني انت عاوز تخفف عليا فتروح وانا شايل قصادك رحت انت اللي رافع هتشيل اكتر مني صح؟ لان اكن السي جي بتاع الحمل ما بقاش فين يعني؟ في النص وراح ناحيتك شويه. ده معناه الراجل ده لما بيرفع كده راح رافع بالكوريك كده. المشكله ان السقف اللي تحت منه ايه؟ خرسان. اه في كفر حديد شايل. الكفر مش هيفيد. الكفر مش هيشيل. انت حطيت كونسنتريت اللود على النقطه بتاع الخرسانه دي حاجه اسمها بنش خدتوها في الكونكريت بلاس سلاب. هتلاقي دايما يا بيعمل له دروب بانل يا بيعمل له بيعمل له عشان حته العمود بتاعه ايه بقى؟ صغير. اللي هو هنا بقى الكوريت. الكوريت نفسه بتاعه صغير ورايح على كونكريت. راح واخد حته من البلاطه وراح كاسرها. الناس فكرت الكوبري ايه؟ كويت. هو العامل كان واقف تحته هو الوحيد اللي مات في الليله دي. الجول في داهيه مش فارق بس المهم هو اللي استخدم. يعني هو اللي استخدم انا مش فارق على الراجل، الراجل هو ممكن ما يكونش حد مات اصلا. بس يعني ايه؟ الخلاصه ما تتصرفش غلط، يعني انت طالع بعربيه نازله على كوبري مكتوب عليه ممنوع انك ايه؟ تقع، ده انت مش طلعت وبس، طلعت وراح تصور وراح تحط الكوريه وتركز الحلم وعلى بلاطه خرسانه مش معمول عليها تشيك، البلاطه هيجرى لها ايه؟ هتكسر. الكوبري كده وقع او انصيف او اي حاجه؟ لا ولا كوبري وقع ولا انصيف، ومع ان السقف كرم ما تكرش. الكرم ده بنش حاجه كيس اوف لودنج انا ما صممتش عليها. يعني الديزاينر ما صممش، عشان كده بيبقوا مانعين صعود مين؟ النقل. لكن كأحلام ما تخافش تطلع النقل عادي، ما هم بالليل بالليل كلهم بيجروا على الكلام. مش هيجرموا حاجه. ليه مش هيجرموا حاجه؟ لان الاحمال دي اقل من التحميله دي. وصلكوا كده؟ جميل. قول. اه اهي. واحده ايه وواحده ايه؟ انا حسبت كل واحده لوحدها. يعني دي يعني ديت 210 ودي 3 و3 يبقى في هنا رقم كام؟ 16 وهنا 16 هتروح حاطط هنا 16 و16 ودول نفس الكلام 8 و8 كل واحده لوحدها. عاوز بقى المومنت، انا لسه ما جبتش المومنت. المومنت بيجي من حاجه اسمها الانفلانس لاين. الانفلانس لاين بتاع كاميرا سيمبل دي مش بيطلع بيه الا 4 1 من 7 على 4 هيطلع 7 على 4 اللي هي دي اللي مرسوم بالازرق ده الانفلانس لاين بتاع كاميرا سنجل بيم عليها 1 طن. ال 1 طن في النص بيدي بي ال على 4 1 في 7 على 4 اهو. طب ال 10 دي بقى تدي مومنت بكام؟ 10 في 7 على 4 طب ودي؟ الرقم ده طب ودي؟ الرقم ده زائد كل ده زائد 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 ده زائد ده زائد ده ده المومنت. خلاص تقدر تقول لي المومنت بكام؟ اللي عاوز يعرف المومنت بكام؟ المومنت بكام؟ ولا اللي انا جبته من شويه ده مش المومنت، ده دي الاحمال. فين المومنت بقى؟ المومنت اللي انا كنت حطيته في النص هنا واحد ايه؟ طن. ورسمت له المومنت فكان هيطلع 1 في 7 على 4، هو طلع 7 على 4. ده المومنت بتاع كام طن؟ 1. طب حد يعرف يقول لي بقى بتاع ال 16 دي الرقم اسمه 16 اللي هنا ده اللي هو ده يبقى كام؟ هتقول لي 16 في الفاكتور اللي تحت منه زائد ال 16 دي في الفاكتور ده زائد الرقم ده ايا كان في الفاكتور زائد 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 خدوا كلهم بقى من الشمال لليمين او من اليمين للايه؟ للشمال. ايه اللي بيطلع؟ هو ده المومنت. خلاص. طب المومنت ده جواه الامباكت ولا مش جواه الامباكت؟ جواه الامباكت. ليه؟ لان الامباكت انا ضربته في اللوب نفسه وانا بحسب الرقم اللي اسمه 16 ده كنت ضربه خلاص في 30% او 20% او وات ايفر وطلع رقم وكتبه. كده ده البيندنج مومنت بتاع الكروس جيب بتاع حاله اللاين لود. طب ايه الديد لود بتاع نفس المساله؟ اسهل شويه. كان اون ويت بس مش هو مفيش حاجه غير ستيل. طالما اون ويت بس يعني هي الاون ويت بتاعها بس بنفرضه بيبقى في حدود 200 كيلو يعني 0.2 طن من متر واحد. فده اسهل. 0.2 طن بر متر رقم، عندي ديد وعندي لايف. ايه؟ شايل الاون ويت بتاع الستيل بما فيهم اسلابه بالكلام ده كله بنفرضها 200 كيلو جرام لكل متر.
فرضناها 2 كيلو جرام، بقى عندي الديد وعندي اللايف. اللايف اللي هو المومنت اللي هيطلع هنا ده، اللي هو كل رقم من دول في الفاكتور اللي تحت. ما دام ديد ولايف وجمعتهم وبقى عندي رقم، عاوز اعمل عليه تشيك. تشيك انا بدات المحاضره ان انا جبت لك بروجرس اوف اريا هنا كده، سبت رسمت رسمه الكروس جيردر وجبت لها واي بار وجبت لها ايه؟ اي. كلمه التشيك معناها ان في على ايه برضو؟ على اي. ادي الان والواي والاي جبتهم في بدايه المحاضره، والان يو زيرو في السكشن ده، يعني عندي كل حاجه. يعني اعرف اقول اقارن ما بين 6 4 او ما بين 5 8 تمام. بقيت الديزاين انا مش شاغل دماغي معاك فيه، لانه مكتوب في الورق وانت تقدر تخش في الامتحان، فما عنديش مشكله. لكن الجديد هو اللي انا عمال اقول، يعني انا بقول لك حاجه تقريبا بتسمعها لاول مره. انا عارف ان انتوا خدتوا كوبري في الراي كان شويه شبيه ده، خدتوا ثالثه او حاجه زي كده، كان شويه شبه التحميله او مختلفه حاجه بسيطه. ايه التحميله؟ هيقول لك التحميله بتاعت كل مصر، فانت لازم تحتريها. حد عنده استفسار في الكلام ده؟ الشير برضه عادي؟ اه الشير عادي. ده الشير بقى لو انا عاوز الرسمه دي نفسها شير، كنت هتاخد نفس الرسمه دي كده، زق الارقام دي كلها كده يمين او شمال، بحيث تجيب العجله دي على مين؟ او العجله ال 10 دي على السبورت ده، براحتك بنفس القيم دي. ما القيم دي انا مش هزق العربيات من فوق والايه؟ والتحت، لا هزقها على يمين او ايه بقى؟ او شمال. هات العجله دي هنا وهات الرياكشن، هيبقى هو ده مين ساعتها؟ الشير. وتعرف تعمل التشيكات شير لو انت عايز. حمل على التريبر وانت بتجيب الماكسيمم نيجاتيف وانت بتجيب الماكسيمم شير. يعني تحميلك الماكسيمم شير اهي. دكتور شويه ايه اللي ارسم عليها في الماكسيمم شير؟ لما اجي اعمل تشيك بتاع الشير في الريب، ارسم عليه ايه؟ الشير في الريب؟ الريب نفسه؟ هتبقى مساحه ال المساحه الكليه الاثنين الميلين. هنا اسمها اللي هم الضلعين المايلين. اه هنا اسمها لا الاثنين المايلين، مش من غير الفلام. من غير الفلام؟ انا هقول من فضلك انا كسبتها. انا عاوز اعمل فيها تحميله ماكسيموم نيجاتيف مومنت على الكروس جيردر. ارسم الكروس جيردر فينا. دي المسافات اللي كانت كام اللي فاكر بقى؟ كانوا كده. دي الكروس جيردر تحميل الماكسيموم نيجاتيف مومنت، وبعدين ارسم تحميل الماكسيموم شير. النيجاتيف مومنت حاول على قد ما تقدر تجيب العجله العشرة على طرف الايه بقى؟ الكانتليفر على قد ما تقدر، بس ما تخبطهاش في السور. ولو في رصيف تحت ارمي الرصيف. هتخيل ما فيش رصيف. يبقى ادي العربيه دي هزقها اقصى ما يمكن ناحيه اليمين. الاقي اللون ده اللي هو الار كام؟ 10 على بعد 2 متر هلاقي الثاني، بس في نص متر اللي هم رفرف العربيه اللي هم العاملين دول، فغصب عني لو دي 2 مش هتاخد غير كام عجله؟ واحده. وكان في رقم ثاني في نص العربيه دي اللي فاكر اللي هو اسمه ار كام؟ نص. بس مفيش حاجه ثانيه، مش عارف احط العربيه الثانيه، العربيه الثانيه هتخش في الميد سبان، مش هتيجي على الكنتريبر، مش هيجوا جنب بعض، مش هيطلعوا هم الاثنين على الكنتريبر، الكنتريبر كله مترين تمام؟ فاكن الرقم ده هيتضرب في المسافه دي زائد الرقم ده في المسافه دي، هو ده المومنت النيجاتيف، ودي تحميله النيجاتيف. مهما انا حملت هنا مش هيدخل معايا، انا هقطع وادرس منين اصلا؟ من يمين عشان اجيب الماكسيمم نيجاتيف. فدي اول تحميل. فاضل تحميله مين؟ الماكسيمم ايه؟ شير. هي دي، لان الماكسيمم شير ما يجيش انك تحط اللود على السبورت طالما في كانتريبر، يجي انك تحط اللود على طرف الايه؟ كانتريبر. فاكرين الحركه دي؟ لو في هنا 10 طن تدي كام ده؟ 10. طب لو ال 10 طن هنا؟ تدي هنا 12 وهنا ماينس 2. يعني كل ما ببعد ارمي اللود على طرف الكنتريبر هيدي هنا ايه دلوقتي؟ الحركه دي ما بتحصلش غير في الكنتريبر بس. لان هاخد عزوم هنا هلاقي اللود في مسافه كبيره قوي على مسافه صغيره، بديني فاكتور اكتر من 1. هتلاقي ده طالع لك ب 12 وده طالع بنيجاتيف 2. فالماكسيمم شير والماكسيمم نيجاتيف مومنت بيجوا من تحميله واحده. ايه هي؟ حاول تزق اللود على قد ما تقدر على طرف الكنتريبر. ايه الامثل بقى؟ لو قدرت تحط على طرف الكنتريبر بالظبط يبقى يا ريت. فين الشير بقى هنا؟ هقطع وادرس من اليمين برضه، مجموع الرقمين دول هو الشير. مجموع الرقمين دول هو ده الشير، صح؟ ولو انت عايز ال لا سوري
هتحسب رياكشنات وهات الشيء هات بالطريقه اللي تعجبك، لكن النيجاتيف مومنت هيجي بس من الرقمين دول، ده في الدراع ده ده في الدراع ده بيطلع. تقدر تحط علامه ثانيه؟ هتحطها فين؟ الشير بالشير في الشير العربيه الثانيه هتبقى لها لازمه، لانك هترسم ايه من اصلا الشير هيطلع كده. دي رسمة الشير، رسمة الانت والصلاين بتاع مين؟ الشير. فزميلنا بيقول لي ايه؟ لو انا حملت هنا الفاكتورز اعلى من 1 فلازم احط ده هنا عشان اضربه في رقم اعلى من 1، واذا حطيت هنا احمال لغايه النقطه دي هيفيد، هيفيد السبورت ده صح كده؟ فصح اللي هو بيقوله مظبوط، هيحمل العربيه الثانيه. الشير غير النيجاتيف مومنت، المومنت اللي بترمي هقطع وادرس منين؟ من يعني رسمه الانفرنس لاين بتاع المومنت النيجاتيف اهي. هي طول الكانتيليفر كام؟ 2 ده رسمه الانفرنس لاين بتاع المومنت النيجاتيف. دي معناها ايه؟ ان لو حملت الكانتيليفر بس هيديني نيجاتيف مومنت، لو حملت المين سبان مش هيديني نيجاتيف مومنت اصفار. مش دي رسمه الانفرنس لاين؟ لكن دي رسمه الانفرنس لاين بتاع الشير. بتاعت الشير هتطلع رسمتها كده اللي هي لو في هنا احمال تدي هنا رياكشن ولا ما تديش؟ تدي رياكشن، ما تديش نيجاتيف مومنت، لكن تدي رياكشن باينه في الرسمه قوي. اوكي؟ لما نرسم الانفرنس لاين هنعرف احنا هنحمل ايه. طب الارقام دي نفسها هي نفس الارقام دي؟ انا زقيتهم بس يمين، زقيتهم كلهم كده يمين جبتهم هنا، لكن كقيم هم هم خلاص. يعني كقيم هم بالظبط. ايه تاني يا اتشيت قال لك اربعه اليد نقسم عليها في البيت الاتشات لا في الاتشات شير في الشير بالنسبه للريب ده الاريا ويب هو اللي انا مشغل فيه ده وانا بقسم الشير على الاريا ويب هم اللي بتدين دول الاسترينجر والكروس الكروس والميل سهلين بقى هو ده دي الاريا ويب الارقام مين؟ الشير وفي الميل نفس الكلام مالكش دعوه بالريبات خالص هو ده اللي هيقوم الشير. هنا مقطع هنا وادرس هتلاقي الشير ستريس طالع برضه بصفار وفي معاليه قوي طالع هنا بصفار. يعني اكن الشير ستريس كله متركز في العصب اللي هو الويب الشير الراسي. فالاريا ويب اللي انا بشيك فيها شير في الكروس كيربر هو الويب وهنا هو الويب حتى وفي ريبات الريبات هتقوم الانحناء. لكن في القص هتلاقي مين اللي متركز فيه كل الشير ستريس؟ الويب اللي هو هنا الاثنين دول مع بعض دي المساحه زي البوكس خدتوا بوكس سيكشن زمان اللي هو شكله كده لو انا بحسب شير ستريس على ده وبشيك شير الاريا ويب البليته دي بس ولا الاثنين مع بعض؟ الاثنين هيقوموا الشير طب لو ضمنتهم على بعض وخليتهم بدبل التخانه مش كانوا هيشيلوا سوا؟ طب ما انا بعتهم اكني مسكت الويب شقيته نصين وخدت نصه يمين ونصه ايه؟ شمال بس الاستريس وانا بحسب القيمه دي في عرض بي دي تي دي في الموضوع اللي هي هتبقى 2 تي ولا تي واحده؟ 2 تي في البوكس سيكشن تاخدوا الويبين واوصلكم مهمه جدا هي مش هتبقى مستوفى ركز على نورس كرولك ولا كويس؟ فاهم الحوار؟ حد عنده اسئله تاني؟ هو كده خلاص الاورس كرولك كده خلاص المين جردر؟ ما عملناش تحريف المين جردر، خلينا نرجع اولادك، سهلة خلاص يعني نفس الفكرة خلاص بقى.